يا طير وضبتك التدريب أبغي أصاوعك هدافي لقارن الرد المهاريب لذايرات من العوادي القفلهن عساك ما تخيب واقصد القايد من عناك يا طير وضبتك التدريب أبغي أصوبك التدريب لقارن الرب المهارب لدايرة العواجب يا طير وضبتك التدريب أبغي أصوبك هدادي لقارن الرب المهارب لدايرة واقصد لقايد هن عنادي خمه براسه خمه تدريب وعليك ما ظنيه بادي القفل هن عساك ما تخيب واقصد لقايد هن عنادي خمه براسه خمه تدريب وعليك ما ظنيه بادي تروح وتجيب ريش الشيع عقب المصادم واللي سبج غيره بلا طيب بيتم في حزمه ينادي وخل الهبوب تروح وتجيب ريش الشيع عقب المصادم واللي سبج غيره بلا طيب بيتم في حزمه ينادي
باسم زايد، باسم زايد نخط رحلة أمانينا، وبروح زايد يشرق الخير فينا، وعلى نهج زايد مستمرة خطاوينا، قصيد وإنجاز وبيرق فخر يروينا، من الإمارات أرض المحبة والسلام، من عاصمة الثقافة بوظبي تنطلق رحلة الموسم الثامن لأضخم برنامج للشعر النبطي في الوطن العربي، شاعر المليون. نمسي عليكم بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، في ميدان يكتب فصوله نجوم القوافي مع أولى أمسيات شاعر المليون للموسم الثامن مباشرة على الهواء عبر قناتي الإمارات وبينونة، وتحية كبيرة لجمهورنا المتواجد في مسرح الإبداع شاطئ الراحة. تابعنا قبل لحظات أوبريت رائع قدم باقة من كلمات باني الدار أبوي الشيخ زايد طيب الله ثراه، اللي غرسها في قلوبنا بقيمها الراسخة ومعانيها الجميلة وأكيد أثرها الكبير، جهود تستحق الشكر لعمل يكفي عنوانه زايد الخير. زايد الخير. وأكيد وأكيد يا اسمهان ما ننسى نتوجه بالشكر الجزيل الفنان العذب خالد عبد الرحمن على تواجده اليوم بصوته الصادق وإحساسه الأنيق، وفي هذا العمل المميز أيضا تحية لسفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، استاهل التحية على الصياغة اللحنية الجميلة لهذا الأوبريت يا اسمهان. بالفعل أوبريت جدا ضخم وراقي، مشاهدينا سبع مواسم جسدت حكاية عنوانها الإبداع، دروبها التحدي، وصفحاتها نثرة الشعر والتميز. هالحكاية ساهم في رسم تفاصيلها شخصيات أثرت الساحة الأدبية بأفكارها القيمة ونقدها البناء وفكرها المؤثر اللي ارتقى بصرح الشعر، أكيد عرفتوهم. رحبوا معاي بأعضاء لجنة التحكيم شاعر المليون. المستشار الثقافي والتراثي في أكاديمية الشعر الدكتور غسان الحسن. يا مرحبا يا دكتور. يا مرحبا. يا هلا وسهلا دكتور. وأكيد الترحيب يتواصل برئيس تحرير مجلة وضوح الشاعر والإعلامي الأستاذ حمد السعيد. مدير أكاديمية الشعر الكاتب والباحث والناقد الأستاذ سلطان العميمي. مرحبا أبو خالد. أهلا وسهلا. مرحبا. نرحب أيضا بالأستاذ سلطان. يا مرحبا. يا هلا ومرحبا فيكم. نقول حياكم الله أساتذتنا الكرام، نحن حقيقة متفائلين ومتوقعين أن يكون هالموسم حافل بالإثارة والتميز الشعري. دكتور غسان، شو اللي تقوله مع انطلاقة هذا البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أبارك للجميع هذا الموسم الجديد وهذه الخطوة الجديدة المتواصلة، والحقيقة أنا أحب أن أتذكر أنه أول ما ابتدأ هذا المشروع كفكرة في ذهن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كنت أعجب كيف لهذا الشعر أن يكون موضوعاً لمهرجان أو لمسابقة طويلة المدى، ولكن الحقيقة أنه كان سموه يتمتع برؤية بعيدة جداً جداً أكثر مما كنا نعتقد، حيث وصلنا الآن للسنة العاشرة في الموسم الثامن وهذا البرنامج في قمة تألقه بين الشعراء وفي على اتساع العالم، والحمد لله رب العالمين. شكراً لك دكتور غسان. وبالفعل البرنامج يسجل نجاح تلو الآخر. أستاذ حمد، يعني وجودك راح نستغله مع بداية الانطلاقة، وطمعانين في بيتي في من بيتي أول حلقة. من أول حلقة عشان نقدر نقول ما فيك حيلة بعدين. طول لي عمرك. أول شيء مسي على جمهورنا في المسرح ومشاهدين ومتابعين شاعر المليون. لا يفوتني أن أترحم على أخي الغالي محمد خلف المزروعي، أسأل الله أن يجعله في الجنة يا رب. آمين. نحن في هذا، اللهم آمين، الله يجزاك خير، في مثل هذا المكان ما زال حي وباقي ذكراه معانا، أسأل الله له الرحمة والمغفرة يا رب. والله يطول عمر أبو خالد الشيخ محمد، الداعم الحقيقي والرئيسي لهذا الصرح، صرح شاعر المليون.
بالنسبة للبيتين طبعا هي ردة فعل لكثير من التساؤلات لل 150 شاعر اللي ما توفقوا بعضهم خذينا منهم 48 وأعتقد هي قضية اختبارات ودرجات وتوفيق بل لل 1500 شاعر اللي تقدموا لهذا الموسم الثامن اللي يقول يا لادمي لا تجزع ما توفقت حط الغناعة كنز وياك والياس يجيك مقسومك مع دورة الوقت واخفاق بعض الناس توفيقنا للناس سلامتكم يعني صح لسانك بالغرض صح لسانك يا ابو خالد ما فيك حيله مثل ما يقول حمد السيد طول عمرك يا معلم كل التوفيق لشعرائنا في هذا الموسم 48 اسال الله لهم التوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب استاذ سلطان ايضا في انطلاقه هذا البرنامج في الموسم الثامن وما شاء الله انطباعك كان في الجولات غير عادي كلامك انت اخذنا معك لقاءات وشفت الانطباع كيف شو تقول في اول انطلاقه وفي اول وقفه لنا في المسرح اقول بسم الله الرحمن الرحيم واحيي كل الحضور اليوم وضيوف المسابقه والبرنامج اللي موجودين في المسرح واحيي كل المشاهدين والمتابعين من خلال الشاشات وكلمه شكر لابد ان نقولها لراعي البرنامج راعي المسابقة منذ انطلاقتها صاحب فكرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعمه المستمر والدائم للمسابقة وللشعر حتى غدا برنامج شاعر المليون صرحا شعريا استطاع أن يغير تاريخ الشعر النبطي في المنطقة وأبارك لإخواني الشعر 48 اللي تأهلوا لهذه المرحلة هذه مرحلة صعبة ما وصلوا لها إلا بعد شق الأنفس بعد مراحل عديدة مروا بها واختبارات عديدة وأثبتوا بجدارة أنهم يستحقون الصعود على هذا المسرح والجلوس على كرسي شاعر المليون والتنافس على لقب البيرق الكلمة اللي أوجهها لهم قدموا مستواكم اللي أنتم قدمتوه قدام اللجنة في الجولات وفي الاختبارات دعوا أي اعتبارات أخرى وانتصروا للشعر فقط والله يوفقهم آمين يا رب طبعاً هذه كانت نصيحة الأستاذ سلطان لكم شعرائنا ونحن والشعراء والمتابعين في انتظار ملاحظاتكم القيمة خلال أمسية اليوم أساتذتنا تفضلوا لكراسيكم يعطيكم التوفيق إن شاء الله مشاهدينا 336 شاعر تنافسوا على هالمسرح خلال المواسم السبع السابقة عدد كبير ولله الحمد يدعونا للفخر والامتنان لهالمدرسة العظيمة اللي خرجت فرسان تشهد لهم ساحة الشعر واليوم تستمر رحلة البحث عن شاعر المليون وحامل البيرق للموسم الثامن عمار يا صرح الثقافة مشاهدينا 48 شاعر من بين آلاف المتسابقين احجزوا مقاعدهم للمنافسة على اللقب في رحلة يسعون من خلالها إثبات حضورهم وقوة نصوصهم وأكيد معانقة بيرق الحلم نتعرف عليهم في هذا التقرير الاسم ماري أقول الاسم علي سالم الهاملي من الإمارات ساعدني بابا شنو؟ حذيفة الشريقي العمرين من المملكة الأردنية الهاشمية تهاني التميمي من المملكة العربية السعودية حمد بن شامس المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله حميد الطائي من سوريا سالم أحمد البديد المناعي من مملكة البحرين فواز الزناتي العنزي من السعودية أوصف نفسي بكلمة؟ أضع أفكر صبور طموح التسامح بسيط متفائل شاعر مثابر فارس الإصرار إنسان رائع الحالم كتلة حزن الاسم على الغياث من الأردن مانع الهميمي من اليمن مهنا الماضي الشمري من سوريا سالم حواس الحازمي من المملكة العربية السعودية ياسر الزلباني من المملكة الأردنية الهاشمية محمد عبد الله القرعاني من سوريا زايد الضيف التميمي من العراق آدم دليم القحطاني من المملكة العربية السعودية أحمد بن شمروخ المطيري من دولة الكويت عبد الله بن الحمود البدري من العراق مشعل الضوي العنزي من المملكة العربية السعودية اسمي نبهان السلطي
من سلطنة عمان. نواف الترك الظفيري من السعودية. لولو الدوسري من السعودية. حسن بن علي بن سليمان المعمري من سلطنة عمان. طلق عيد الدعجاني من المملكة العربية السعودية. صالح الهقيش الصخري من المملكة الأردنية الهاشمية. محمد علي المضحي من مملكة البحرين. راشد بن قطيمة من المملكة العربية السعودية. إسراء عيسى من المملكة الأردنية الهاشمية. فهد الأغبري من سلطنة عمان. شاعر حالم طموح مثابر عادي أكسر طبشوره وتدفوني حقه. رقم تصويتي 1 13 10 15 28 لشاعركم أخوكم عبيد بن خصيف على هذا الرقم. اسمي مبارك الفهم الرشيدي من دولة الكويت. اسمي محمد سليمان العنزي من السعودية. بتول العلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. مساعد بن عريج العجمي من دولة الكويت. مشاري سرهيد الرشيدي من المملكة العربية السعودية. فهد عوض العازمي عكاش العتيبي من المملكة العربية السعودية. سالم بن كدح الراشدي من الإمارات. نجم بن جزاع الأسلمي من المملكة العربية السعودية. حمد الجودان العازمي من الكويت. فيصل بن دبيل العتيبي من دولة الكويت. محمد الخطيمي الخالدي الكويت. ايش رايك؟ لحظة اصبر. اسمي مبارك بن غاطي من دولة الكويت. عبد العزيز ثويني الدلح من دولة الكويت. فريج عتيق المزيني من جمهورية مصر العربية. سبيتش الشحي من البحرين. صالح اللذيذ العنزي من السعودية. متعب النصار الشراري من المملكة العربية السعودية. عايد حمد الشلال من الكويت. أستطيع أن أصف نفسي بكلمة متجلية، متفائل، متحدية، البارق، إنسانة عنيدة، فارق، تلقائي، نجم، سبيكة ذهب، مكافح، البحر. أوصف نفسي بالمحسود ليكون مثل الشعر. هذه الصفة أجدها بداخل أعماقي. ها فيها تأثر، لازم فيها حزن شوي. أنا شخصياً متفائل. تشيز يعني؟ أنا خيال. Just a minute. حاضري. يا أخ الله يوفقكم أنتوا على هالتعب والجهد وال... في هاللحظات الجميلة التاريخ يعيد نفسه. 48 شاعر يتواجدون اليوم على مسرح شاطئ الراحة وعيونهم على البيرق، وانتو خلي عيونكم على نجومكم، خلي عيونكم على نجومكم، لأن مشوار البيرق مغلف بالتحديات. راح نتعرف معاكم الحين على مسار الشعراء ومعايير تنافسهم خلال الموسم الثامن. نتابع. تنطلق رحلة ومنافسات شاعر المليون للموسم الثامن ب48 شاعراً سيخوضون عدداً من التحديات حسب معايير وآليات من خلال 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تتضمن 8 أمسيات، في كل أمسية سيتنافس 6 شعراء ويتأهل منها 3 شاعران بالتصويت وشاعر بقرار من لجنة التحكيم. المرحلة الثانية يتنافس 24 شاعراً من خلال 4 حلقات، في كل حلقة سيتأهل 3 شعراء، 2 بالتصويت و1 ببطاقة اللجنة حتى نهاية المرحلة. المرحلة الثالثة سيتنافس 12 شاعراً من خلال 2، في كل حلقة سيتأهل 3 شعراء، 2 من خلال تصويت الجمهور و1 بقرار من لجنة التحكيم. الحلقة الختامية سيتنافس 6 شعراء من خلال جمع نسب تصويت الجمهور ودرجات لجنة التحكيم التراكمية من المرحلة السابقة. سيتم ترتيبهم حسب المراكز 5 الأولى، وسيحصل فيها الفائز بالمركز 5 على 1,000,000 درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز 4 على 2,000,000 درهم، وسيحصل الفائز بالمركز 3 على 3,000,000 درهم، أما المركز 2 سيحصل على 4,000,000 درهم. الفائز بالمركز 1 سيحصل على 5,000,000 درهم، وسيتوج ببيرق الشعر ولقب شاعر المليون للموسم 8.
عقارب الساعة تشير لبدء الانطلاقة. عشاق الشعر وملايين القلوب يترقبون رحلة الفرسان الستة اللي راح يستفتحون أولى أمسيات الموسم الثامن، وأكيد راح يلونون مساحاته بالإبداع يا اسمهان. صحيح حسين، وتبقى المساحة الأجمل هي تواصلكم معنا مشاهدينا بالمتابعة أو بآرائكم مقترحاتكم أو أسئلتكم الموجهة لنجومكم أو لأعضاء لجنة التحكيم عبر منصاتنا المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. وأيضا يا اسمهان، هذه دعوة لكم متابعينا في كل مكان لتحميل التطبيق الخاص بالبرنامج واللي يضم أخبار الشعراء، مستجدات تحدياتهم، وأكيد مقاطع وانطباعات حصرية خاصة من خلف الكواليس. كما يمكنكم أيضا الحصول على ميزة التصويت لنجومكم المفضلين خلال رحلة هذا الموسم. أوعدك حسين وأوعد الجميع أني أول وحدة راح أحمل هالتطبيق. وأنا معاك بعد. مشاهدينا ومتابعينا، بعد الفاصل تبتدي الرحلة، وخلوا العيون على شاعر المليون. عام زايد هو الشعار الذي تم اعتماده لعام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ذكرى مرور 100 سنة على ميلاد باني الدار والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بوصفه رمزاً للخير والحكمة وحب الوطن، وتخليداً لرؤيته الفذة وقيمه الراسخة عبر العديد من المشاريع والخطوات المستقبلية، ويرسخ دوره المؤثر في تأسيس الدولة وبناء نهضتها إلى جانب إنجازاته محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما يجسد هذا العام شخصية الشيخ زايد الاستثنائية ومبادئه الفريدة كمثال لأعظم الشخصيات القيادية في التاريخ وأكثرها إلهاماً وحنكة. الحياة عمل، حياة أصلاً الحياة عمل، والعمل حياة، لا حياة بلا عمل ولا عمل بلا حياة. ودعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى جعل عام 2018 عاماً زاخراً بالمنجزات وصياغة المبادرات والفعاليات والبرامج التي تحاكي فكر المغفور له الشيخ زايد في وضع الدولة على خارطة العالم بفضل قيادته وصبره وحسن تدبيره. عنا نضحي في الشيء اللي يسر المواطن ويسر الوطن وكذلك يرفع مستوى هذه الدولة إلى قدرة تنفع اللي بعيد واللي قريب ينتفع بها. عام زايد يعني الاحتفاء والتمسك والاستمرارية على قيم زايد النبيلة والسامية التي غرسها فينا، وفي مقدمتها الاحترام والعزيمة والإرادة والانتماء لهذا الوطن والاستعداد للتضحية من أجل بيتنا المتوحد بكل غال ونفيس. ومن عام الخير نحلق لعام زايد. رحمة الله عليك يا باني الدار، وما مات من ترك خلفه رجال. من جديد مسيتوا بالخير والطيب مع أولى أمسيات شاعر المليون في نسخة الثامنة مباشرة على الهواء عبر قناتي الإمارات وبينونة. يستمر العطاء وتستمر المسيرة، ولا زال فكر زايد يمثل النبراس في كل تفاصيل حياتنا. أستاذ سلطان، مساك الله بالخير. بالخير والنور. من جديد
هذه الانطلاقة أستاذ سلطان مقترنة بعام زايد، خبرنا كيف راح تجارينا خلال هذه الموسم مقولات الشيخ زايد النيرة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته واجزه عنا خير الجزاء. آمين. ترك لنا المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد إرثا كبيرا من الإنجازات والأفعال والأقوال، وما تزال مقولاته نبراسا لنا نقتدي بما يقوله ونتعظ، وتثبت لنا الأيام يوما بعد يوم أن ما كان يقوله في المحافل وفي المناسبات صالح يعني لأجيال وأجيال من أبناء الإمارات وغير أبناء الإمارات. هذه الحكمة اللي كانت موجودة في مقولاته سيتم توظيفها بإذن الله، سيتم توظيف عدد كبير من مقولاته في كل حلقة من حلقات شاعر المليون من خلال فقرة تعرض فيها مقولة له، والشعراء شعراء الحلقة سيترجمون هذه المقولة شعرا من خلال بيتين يدخلون على المسرح. كل شاعر قبل ما يقول قصيدته يبدأ بهذه البيتين يقولهم، يترجم فيها المقولة اللي ظهرت لنا اليوم مثلا، كل شاعر بيترجم هذه المقولة شعرا. نعم، كل الشكر لك أستاذ سلطان ورحمة الله عليك يا أبوي زايد. رؤية زايد طيب الله ترى حاضرة معانا، نتعلم منها ونسير على نهجها ويبقى أثرها الطيب. خلونا نتابع مشاهدينا وحضورنا الكريم مقولة اليوم اللي راح يجاريها فرسان أمسيتنا الأولى. ونحن قبل أن يكون مجلس التعاون من رغبتنا ومن ما كان عندنا من رغبة في تكاتفنا وتآجرنا، نحن بدينا بالاتحاد. في هاللحظات نقدر نقول ابتدت الرحلة مع أولى فرسان الليلة، شاعرة عزفت مشاعرها على نص قيثارة اللي أشادت لجنة التحكيم بجماله وجزالت معانيه لتحصل على بطاقة العبور من محطة الجمال أبوظبي. تعرف عليها أكثر من خلال هالتقرير. اسمي تهاني تميمي. تهاني من التبريكات والتهنئة بأي مناسبة سعيدة. أحب الشعر لأنه هو وسيلة التعبير الوحيدة عن المشاعر اللحظية والوقتية. طهارتنا وماضينا وما يحمل من التوفيق، جعلنا كل شيء حي، حنا الغيث حنا الماء. كنا أكيد أول اتصال لزوجي وأولادي أفرحهم معاي، وبعدها نخطط كيف فينا نصرف الفلوس. لو قدرت أغير شعار شاعر المليون أعتقد راح أقول شاعر المليون شعرك صدى. مر بسمة الأمة كما نجم ثاقب، وحد مسيرتها وقاد المساعي، كان التحالف حلم أو ظن كاذب، جاء حققه واصبح للأحلام راعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأول متسابقة اليوم أرحب بالحضور وبارك لزملائي اللي تأهلوا للمرحلة 48 والزملائي اللي غادرونا في مرحلة 100، وأتمنى أني أكون بحجم التطلعات. القصيدة: جابت الريح الوجوه وانفتق جرح بثواني، جابت الريح الوجوه وانفتق جرح بثواني، من ضجيج الشارع المليان ضد بكل ملة، احتجاجات وربيع وصحوة تصم الأذاني،
الطين ظننه إله، النار والجنة بظلة، والطفولة خافت أحزاب يوحدها الصواني، الوعي واللاوعي شافوهم مسوخ مغلة، طفلة سامي المدى تستعجب الوجه الأناني، واقفة تزفر سؤال طفلة سامي المدى تستعجب الوجه الأناني، واقفة تزفر سؤالات أنين حرف علة، ليه ذابت سكرت إيلان في موجة كوباني، من غرز بعيون عمران السؤال وقال حلة، ليه ذابت سكرت إيلان في موجة كوباني، من غرز بعيون عمران السؤال وقال حلة، من يذر الموت بروقت الشوارع والسواني، من عزف لحن الضياع بصوتها واللحن ملة، من هتك عرضك يا الأجمل يا الأعف من الأغاني، يا بلاد العرب أوطاني، من هتك عرضك يا الأجمل يا الأعف من الأغاني، يا بلاد العرب أوطاني، وشلتي حمل غلة، من قتل فينا الطموح وكبل يدين الأماني، من قتل فينا الطموح وكبل يدين الأماني، من فرض هذا الخريف وسيف هذا الغدر سلة، بشرة إن القصاص أصبح قريب من المحاني، وإن ليل الغدر مهما طال له تاليه ذلة، وبشر المظلوم إن الصبح لونه شكل ثاني، لا تغشاه السواد ولا المهانة له جبلة، وبشر المظلوم إن الصبح لونه شكل ثاني، لا تغشاه السواد ولا المهانة له جبلة، ود صوتي للمنافي للسواحل للمواني، علي يقتاد الشتات بدرب أمتنا ويدلة، من عتيمك يا العجاف من عتيمك يا العجاف السبع كحلت ببناني، عيني يلي ترقب الفجر القريب ومس في هلة، طفلة تتلو لباكر رحمة السبع المثاني، علت لجل تعتق هالطوالع منبع الدمع ومبلة، ودها تورق وترجع مثل ما كانت تهاني، قبل يذبلها جفاف يصب ضد بكل ملة. سلام. صح لسانت شعرتنا وفالت البيرق إن شاء الله. مشاهدينا قبل لا نستمع لآراء لجنة التحكيم حول قصيدة تهاني، نذكر أن هذا الموسم راح يحمل شيء جديد ومختلف يمثل آلية الانطباع المباشر، اللي يقدر من خلالها المتابع معرفة انطباعات اللجنة عن قصائد المتسابقين فور إنهاء الشاعر من نصه. وراح نبتدي طبعا مع الأستاذ سلطان العميمي. لا عند الدكتور. مع الدكتور. عند بنزار. نعم. طيب نبتدي مع الدكتور، ودكتور غسان لو تعطينا انطباعك بشكل عام عن القصيدة. تفضل دكتور عطري. القصيدة منذ البداية يعني كانت تفتح الباب أمام واقع نستشعره جميعا، وبالتالي فقد ذهبت الشاعرة إلى جزئيات وعموميات في هذا الموضوع. الوعي في هذه القصيدة كان بارز، وهو وعي وطني قومي، واستطاعت الشاعرة إنها تتدرج في تكثيف شعري جميل ومميز. طبعا الشعر قوامه التكثيف في البداية، فذهبت من خلال التكثيف من خلال التصوير والترميز إلى شرح هذه الوقائع التي حدثت، بحيث أنه استطاعت أن تشمل البدايات والنهايات في هذه الفترة في خلال قصيدة من هذه الأبيات. وأول ما تفاجأنا في المطلع تفاجأنا بضجيج كبير وأصوات وإلى آخره تلفت النظر، فكان هنالك في حراك مجتمعي، هذا الحراك كان فيه الأمل، وكانت قد سمت الربيع والصحوة، وكان ضد الجهة سمتها هي طين،
وبالطبع هنا الطين تشير إلى الإنسان الدكتاتور الذي يتصور في نفسه إلها، وبالفعل مشت في هذا الاتجاه. ثم وجدنا انقلابة، تحول. هذا التحول وجدنا فيه مآسي تحدث، سواء كان في جزئيات مثل إيلان الطفل هذا ومثل عمران، وكذلك انقلبت الأمور في ضياع. وبعدين أعجبني كثير البيت الذي تقول فيه: منهتك عرضك يا الأجمل، يا الأعف من الأغاني، يا بلاد العرب أوطاني. هذه العبارة ذكرتنا بالنشيد الذي كان يدرس في المدارس العربية كلها: بلاد العرب أوطاني. وقد تمزق هذا النشيد على ألسنتنا وفي قلوبنا بسبب ما حدث، ولكن الشاعرة لم تترك هذا الأمر هكذا، وإنما ذهبت إلى أن الأمل موجود وأن التحول إن شاء الله سوف يكون، وهي تبشر بذلك الانقلاب الجديد ليستعيد هذا الوطن مجده من جديد. قصيدة جميلة وأشكرك عليها. كل الشكر لك دكتور غسان، وما قصرت أستاذ سلطان، أنت ركزت على الحضور وعلى الفكرة أيضا، وبالإضافة إلى الخاتمة. كلمنا أكثر أيضا عن قصيدة تهاني. شكرا تهاني على هذا النص الجميل. أنا سعيد اليوم لأن نصوص الشعراء اللي مقدمينها كلها مميزة، وهذا شيء يشعرنا بأن الشعراء مقدرين يعني قوة التنافس اللي موجودة في السنة هذه. هذا النص ذكي يا تهاني، ليس فقط لأن فكرته مميزة، إنما لأن طريقة بناء النص كانت مميزة أيضا، طريقة طرحه أيضا، الانطلاق من رؤية الطفولة كانت ملفتة للانتباه من مطلع القصيدة، خاصة أن الطفولة ترتبط في أذهاننا بالطهر، البراءة، النقاء، وهذا الشيء اللي تحدثت عنه الشاعرة، تحدثت عنه في القصيدة، عن الزمن اللي نحن الآن موجودين فيه نفتقد مثل هذه البراءة في حياتنا، خاصة الإشارة إلى المنطقة، المناطق التي تعاني من الحروب والويلات. الإشارة إلى الطفولة مو بس من خلال الكلمات اللي ذكرتهم الشاعرة وانطلقت من نفسها الشاعرة الطفلة الذي تنظر لهذا العالم كطفلة صغيرة كأنها تستعيد زمن الطفولة والبراءة، لكن حتى من خلال رموز الأطفال اللي ذكرتهم عمران وإيلان، خاصة اللي هم ظهروا في وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهم كان على ساحل البحر من ضمن الحادثة الشهيرة اللي غرقوا فيها وغرق فيها ذلك الطفل، وأيضا اللي هو عمران، وأيضا إيلان الطفل السوري اللي ظهر من الأنقاض، ظهروا من الأنقاض وكان في لحظة صدمة. الإسقاطات في النص كانت واضحة على المناطق التي تعيش الصراعات والحروب في هذا الزمن. الله ينهي إن شاء الله معاناة أخواننا، مو بس في البلدان العربية، في جميع مناطق العالم. توقفت يا تهاني عند بيت تقولين فيه: من عتيمك يا العجاف السبع. العجاف السبع كانش تشيرين إلى سبع سنوات من المعاناة في سوريا أيضا. صحيح، الربيع نعم. العربي نعم، أيضا رحمة السبع المثاني، الرقم سبعة أيضا وجدت في سبع أسئلة أنت طرحتيهم من يوم قلتي ليه ذابت سكرة إيلان إلى من فرض هذا الخريف. هذا نص مميز يا تهاني، أشكرك عليه وأتمنى لك التوفيق. شكر لك، شكر لك، كل الشكر لك أستاذ سلطان. أستاذ حمد، أنت ركزت على الانطباع المميز وأيضا المطلع المتميز وجزالة النص، وأيضا ركزت على الخاتمة اللي هي مميزة. فعلا، أول شيء خلينا نسمع صوتها، بيها ترد، بيها تسولف، بيها تقول شيء. تهاني الله يعطيك العافية، حضورك في هذا المستوى الشعري للأمانة أثلج صدورنا كلجنة تحكيم. الحمد لله. وكنتي عند ثقتنا فيك على هالمستوى، مستوى النص الشعري. الموضوع طبعا مستهلك، موضوع الربيع العربي أو كذبة الربيع العربي. كثير من الشعراء تناولوه، ولكن تهاني تناولته بطريقة مختلفة تماما، إبداع من المطلع حتى الختام. يعني عملية جذب المتلقي هذه شغلة ملفتة للانتباه عند الشاعرة. أنا لفت انتباهي في القراءة، في قراءة النص، لما جاني النص
كذلك وانت تلغين القصيدة قدرت انك تسيطرين على الوضع العام في موضوع قصيدتك. اعجبني اسقاطك الى بعض اسقاط الضوء على بعض الاحداث اللي في الوطن العربي بشكل مختلف، مثل لما قلتي ليه ذابت سكرة إيلان ومن غرز بعيون عمران وإلى آخره. هذه الأحداث المؤلمة اللي كلنا شاهدناها من خلال وسائل الإعلام تناولتيها بشكل يعني إنساني راقي يليق في هذه القضية القومية، قضيتنا كعرب بشكل عام. التفاؤل جاء طبعا في أبيات عديدة، بشرة بأن القصاص أصبح قريب من المحاني، وبشر المظلوم أن الصبح لو لون وشكل ثاني. كان هناك تفاؤل جميل، ختمتي في استخدام اسمك في ختام القصيدة وكان الختام مسك. دائما يقولون مسك الختام، أنا خليني أقول عطر البداية كانت مع تهاني. الله يعطيك العافية ووفقك يا تهاني. الله يعافيك، كل الشكر لك أستاذ حمد، يعطيك ألف عافية تهاني، وإن شاء الله يكون للشاعرات حضور مميز خلال هذا الموسم إن شاء الله. نحن بعد مناش توفيق ولأعضاء اللجنة التوفيق أيضا في البرنامج. ولا يفوتني مشاهدينا أن أرحب أيضا بمعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس الوطني للإعلام، مرحبا بك، أنت وضيفك شرفتونا وأهلا وسهلا. يقولون، وأكيد نوجه تحية أيضا للدكتور علي بن تميم، مرحبا بكم وبكل الإعلام اللي متواجد معنا، مرحبا بكم. يقولون رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ورحلة البيرق تبدأ بقصيدة. ثاني فرسان الليل الشاعر حضوره جميل شهدت محطة أبوظبي على إجازته ومشاركته المميزة اللي أشاد فيها الدكتور غسان، واليوم نسعد بتواجده مع صفوة الفرسان على مسرح الإبداع شاطئ الراحة. شو رأيكم نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير؟ اسمي عبيد بن خصيف الكعبي، هو اسم يعني في العبادة تصغير عبد الله. أحب الشعر لأنه يمثل نفسي، وأحب الشعر لأنه رسالة من خلال الشاعر يوصل اللي يريده حق المتلقي طريقته الشخصية وطريقته الخاصة. أحب يا شايل الورد كأن الورد من خدك، انت شبهته وخدك ماخذ لونه، كنت احسبك شايل خدودك على يدك لولا باني عرفت الورد بغصونه. اذا شلت البيرك عادي، ما بسوي كل اللي كنت اسويه يعني قبل، نفسه ما نفسه يعني عبيد بن خصيف هو قبل البيرك وبعد البيرك. الشعار جديد حق شاعر المليون ما قصرت. قلت يا زايد ووفيت قولك، قلت يا زايد ووفيت قولك، كان همك على التآزر والتعاون، يا الخليج يا الخليج اشهد على عرضك وطولك، من خلقنا للتخاذل والتهاون. مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، اللجنة الموقرة، السادة الحضور الموجودين في المسرح واللي أمام الشاشات، نوجه لكم تحية. يقول في قصيدة المشاركة: يتخلد الذكر، يتخلد الذكر والإصرار يتسلق، يتخلد الذكر والإصرار يتسلق، دام الولد في اللزوم يفارق أعذاره، أمن تقطب قترته يوم يتحلق، والتمتمايات في كوب ومطارة، وذيب يخاشر بذيب والردي بلق،
يموت عود يمينة مدهشة ناره، ذيبا يخاشر بذيبا والردي بلق، يموت عود يمينة مدهشة ناره، أخوه حر دغش له سيف مزلق، أخوه حر دغش له سيف مزلق، يصد غاره وأخوه يرد من غاره، زوجه تدخن بدلته والعزم حلق، تعزيه عزوة تزيد جرعة إصراره، يمضي لحتفه وترفض منه تطلق، ردت بشارها واستشهاد وبشارة، ما يكتب العز للي ذل وتملق، العز للي فزع يوم اعتزياره، ما يكتب العز للي ذل وتملق، العز للي اعتزى يوم العز للي فزع يوم اعتزى ياره، شيخا خفى دمعته عالصبر يتخلق، عين على اولاده وعين على ثاره، شيخا خفى دمعته عالصبر يتخلق، عين على اولاده وعينا على ثاره، جثمان ضمه علم عالدم يتصلق، يحذر أسدنا ويمسح عنه غباره، جثمان ضمه علم عالدم يتصلق، يحذر أسدنا ويمسح عنه غباره، بو خالد أرسى مبادي قبل تتخلق، حتى رفع للطفل حلمه ومنظاره، بو خالد أرسى مبادي قبل تتخلق، حتى رفع للطفل حلمه ومنظاره، دام الإمارات تزقر، دام الإمارات تزقر عزمنا حلق، دام الإمارات تزقر عزمنا تدلق، الدمع قاتل ودم الشعب مقداره، دام الإمارات تزقر عزمنا تدلق، الدمع قاتل ودم الشعب مقداره، أكبر مراتب إذا باب الشرف غلق يستشهد الرجل متفاني على سواره، أكبر مراتب إذا باب الشرف غلق يستشهد الرجل متفاني على سواره، بجوف طيرا خضر له روح تتعلق، في ثمر جنة وطابت جنية أثماره، أسس حضارة إذا الأخشاب أسس حضارة، إذا الأحجار تتفلق تصبغ بدمه وتبنى منها دارة، تصبغ بدمه وتبنى منها دارة. على رأسي. صح لسانك يا عبيد. صح الله بدانكم وعليكم زود. صح الله لسانك يا عبيد وفالك النهائي إن شاء الله. الله يطول عماركم. تفضل دكتور غسان. عندك تفضلوا، تاسعد تفضلوا، الكلمة لكم. مشكور يا أخي عبيد. الله يطول عمرك يا أستاذ سلطان. هذا نص أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه وطني وشعري بامتياز. الله يطول عمرك. قلت كل ما يجب أن يقوله الشاعر في موضوع كهذا. طول عمرك. الدفاع عن الوطن، الولاء لولي الأمر، الظفر بالشهادة، حماية الجار، الاستبسال. هذا النص وجدته حي مليء بالحياة، فيه روح. الله يطول عمرك. ومليء أيضا بالأرواح، أرواح الشخصيات اللي وظفتها في هذا النص، أبو خالد الله يطول في عمره، شخصيات المواطن الإماراتي، الولد، الأم، الزوجة، العود، أيضا الشخصيات الأطراف الأخرى، الشيخ اللي دمعته مخفيها، الطفل إلى آخره، حتى أيضا الشخصيات اللي وظفت فيها تقنية القناع، وعلى بعض الشخصيات ذيب، حر، أسد، وانت هني ما تقصد هذه الكائنات كما هي على أرض الواقع، ولكن تلفون الدكتور غسان يرن باين سكر نسى يطفيه. الشخصيات هذه الكائنات يعني انت ألبستها قناع اللي هي بشرية في الأساس، ولكن ألبستها هذا القناع.
التصوير الشعري جاء مميز جدا في هذه القصيدة. المحسنات البديعية أيضا كانت حاضرة بقوة. اللهجة الإماراتية أيضا كانت حاضرة بقوة. زوجه تدخن بدلته، نحن عندنا الدخون معروف أن تدخين الثياب اللي هو يسمونها في دول الخليج يبخرون الثياب، نحن نقول يدخنون الثياب. هذه أيضا من اللهجة الإماراتية، وايد من مفردات اللهجة الإماراتية اللي تعكس أيضا هوية الشاعر الإماراتي. هذا نص جميل ومميز يا أخوي عبيد، الله يطول عمرك، وكفو بك وبجنود الوطن، تشريف تشريف، الله يرحم شهدائنا جميعا، آمين، وينصر قوات التحالف وأبطال الإمارات في كل مكان. آمين. عبيد اليوم أنت بطل، الله يطول عمرك، قومي بطل وطني للأمان. حضورك خير. حضورك المسرحي أيضا في هذا النص اللي أنا أشوفه يصلح للتوجيه المعنوي للغوات المسلحة. الله يطول عمرك. أنت ترفع معنويات المواطن. استاهل تحية على هالجملة والله. حضور الكريم. الله يطول عمرك. على رأسي. الله يجزيك خير. هذا النص. عبيد فعلا أنت ترفع معنويات الشعب والمقاتلين. وكل الله يطول عمرك. من فيه غيرة على الأمة العربية. أعجبني النص للأمانة، الحديث عنه تحدث أخوي أبو علي بما فيه الكفاية، المفردة الإماراتية وترابط النص الفكرة، التصوير الشعري حاضر، أيضا التقاطك بعض المشاهد، سمو المجد الشيخ محمد لما قلت يحدر أسدنا ويمسح عنها غباره، هذه الالتقاطات الجميلة جدا. فعلا الشيخ محمد الله يطول بعمره أصبح رمز قومي للعرب كله، لا شك، الله يطول وهو الحافز والمحفز لأبطالنا المقاتلين، نسأل الله لنا ولهم النصر. آمين. عبيد قصيدتك من بدايتها إلى الختام وهي تشع في الجمال للأمانة. الله يجزيك خير. نصوص مثل هذه غالبا تكون مملة، يعني نص تتكلم عن البسالة والتفاني من أجل الوطن ومن أجل الجار ومن أجل العروبة، لكن أنت وظفت الشعر توظيف جميل جدا، أعجبني هذا النص. خير. تستاهل أجمل تحية مني ومن جمهورك الحاضر الله اليوم. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، ولا طول عماركم. وعبيد ما تكفيني منك هذه، أبي أسمع نروز همات الرجال اللي على أوصة. تبشر طلبوها مني جمهورك اليوم للأمان في التويتر في كل مكان، وأنا أعجبني الشاعر اللي له جماهير متابعين بهالشكل. الله يطول عمرك. شو تقول لأبياتك؟ لا قصور على الربع، يقول الروز همات الرجال من القبال، الروز همات الرجال من القبال، هذه النخل من تمرها ومن خوصها، وهذه المطية تنعرف من الحلال من يوم مفروده وفي مقلوصها، من كثر ما شفنا من حزوم ويبال نعرف طبيعة أرضها وقصوصها، والسحب تنشاف الأخفاف من الثقال يوم الرياح تلدها وتلوصها. الله الله. والسحب تنشاف الأخفاف من الثقال يوم الرياح تلدها وتلوصها، نعرف نوايا الطيب من كلمة تعال، وليد من مداتها وشبوصها، كم مش يرى في الشكل وارفة الظلال لكنها ما ينك القرموصها. جواك الله. كم مش يرى في الشكل وارفة الظلال لكنها ما ينك القرموصها، وكم واحد قد غرته بنت الحلال بكحالها سلسالها وعقوصها، وانشاشت عيونها على شوف العيال لين بيديها تحرق قروصها. ما احنا من اللي شدنا طرف الكحال، ما احنا من اللي شدنا طرف الكحال، نعرف راس القوم من عصعوصها، وما احنا من اللي شدنا طيب المقال، نعرف معنى الكلمه ومنقوصها، يا ربعنا يلي تميلون العقال كل حايه نقصد على مخصوصها، يا ربعنا يلي تميلون العقال كل حاية نقصد على مخصوصها، الردتك حاية على ولد الرجال ينزل بحر تسعينها ويغوصها، حدا نصب حارته لجل القتال انحقته ما بات في برنوصها، وحدا نصب حارته من عوز مال يرهن ذهب لمعزبة وفصوصها، وحدا نصب حارته عند العضال يلي يحللها بعد ما يحوصها، غير الثلاثة مالنا من راس مال إلا الصلاة وحلها ونصوصها. جواك الله عبيد. تفضل بنزار. شكرا عبيد،
نص متألق وحماسي جدا. الله يطول. ويا بالفعل يعني مثل هذه النصوص الحقيقة أنها تساهم فيما يمكن أن يسمى بالمجهود الحربي وتشد عزم الرجال. تسلم. وهذا النص الذي قدمته لنا في هذه الورقة الحقيقة أنه مدروس جيدا أو هكذا هو مشبع بالعاطفة الصادقة، لأنه الحقيقة أنه في الأبيات الخمسة الأولى وجدنا أنه مسألة الذهاب إلى القتال أو مشروع الشهادة فلنسميه ليس مشروعا فرديا وإنما تساهم فيه العائلة كلها، فهذا هذا الأب وهذه الزوجة وهذا الأخ وهذا كذا كلهم يساهمون في إعداد هذا المقاتل وتسليحه بالمعنويات العالية ودفعه إلى القتال وهو يدرك أنه هو المنتصر وأن هذا هو طريق الرجولة. هذا نفسه التأهيل في البداية بالفعل كان ملفتا للنظر في هذه القصيدة وقد استغرق أكثر حجم منها. طبعا هذا الكلام أنا أقوله ولكن الشاعر عبر عنه بطريقة شعرية وتخيل رائع وجميل. الشيء الثاني أنه النخوة التي ظهرت في هذه القصيدة لا تقتصر على الجغرافيا وإنما نجد أنه يعتزي إذا اعتزل جار به فإنه يجيب ويبذل نفس الذي يبذل إذا كان الشيء يهمه هو بذاته. أما أبو خالد بالطبع فهو على رأس هذه المنظومة كلها. الله عزة الله يطول عمره. وهو رجل الساعة ورجل المرحلة ورجل هذه المشاريع الوطنية والقومية. في الآخر الشاعر ختم بمصير الشهيد إلى أين؟ طبعاً صورنا الجنان بطريقة جميلة جداً حتى أنها مغرية لهذا ولغيره من الناس. أنا عندما قرأت الشطر الأول من المطلع الحقيقة أني انتبهت إلى نقطة أنه لماذا لا يكون هذا الشطر هو الخاتمة لما تقول أنت يتخلد الذكر والإصرار يتسلق، يعني الخلود الذكر يأتي بعد أن تفعل ما تستحق به هذا الخلود. وقد شرحه الشاعر في هذه القصيدة إلى أن قال في ثمر جنة وطابت جنية ثمارة، هذا هو نتيجة الخلود. لو إن حطينا هذا البيت بعده لجاز وصلح، دليل على أن القصيدة هذا أقصد بذلك أن القصيدة كتلة متماسكة من الموضوع والطرح فيها متماسك إلى درجة كبيرة جدا حتى أنها تستدير ويتصل آخرها بأولها، وهذا من جيد الشعر. أشكرك على هذا النص. الله يطول عمرك يا دكتور. نشكركم لك جميعا التوفيق. ونحن بعد نشكركم أساتذتنا الكرام والشكر موصولك يا عبيد بيض الله وجهك على الأداء المميز. بيض الله وجهك. ما قصرت يا عبيد بيض الله وجهك. ونشكر مشاهدينا ومتابعينا وعشاك القصيد في كل مكان على تواصلهم وتفاعلهم الكبير معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج خلال هذه اللحظات. شو رايكم نقرأ بعض التغريدات اللي وصلتنا ونبتدي مع تغريدة خالد الحزيمي واللي يقول تكثر المسابقات وتظهر وتختفي وتفشل فشل ذريع ويبقى شاعر المليون هو الثابت بسبب المنهجية الواضحة واللجان الأمينة القائمة عليه. التغريدة الثانية مشاهدينا من أحمد المجاحمة واللي يتمنى التوفيق لجميع المشتركين. أما محمد الذيابي اللي اعتبر الليلة الأولى هي بداية لموسم ناري. تواصلكم أكيد مشاهدينا يبقى ويبقى الشعر همزة الوصل الأجمل. بعد الفاصل رحلة ثالث فرسان الليلة، لا تروحون بعيد تريونا. نجدد التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا مباشرة على الهواء عبر قناتي الإمارات وبينونة. تستمر رحلة الفرسان في نثر عذب القوافي على مسرح الإبداع مسرح شاطئ الراحة ومع انطلاقة الموسم الثامن لشاعر المليون. نعم حسين، الشعر شعلة الأمل
لأحلام الفرسان، وحلم آخر راح يرسمه ثالث فرسان الليلة، شاعر حصل على البطاقة الذهبية الأخيرة في جولة الأردن. علها خير كانت القصيدة اللي فتحت له أبواب الخير لينال الإجازة وبكل جدارة ويتجاوز التحديات بحضوره المميز. واليوم في دار الخير راح يبدأ رحلة التحدي من جديد. التقرير الجاي راح يعرفنا عليه أكثر. اسمي علي الغياث من الأردن، معنى علي الشيء العالي المرتفع، علي مرتفع. لماذا أحب الشعر؟ الشعر موهبة، يعني لا شعوريا وجدت نفسي أكتب الشعر في حالات معينة، واكتشفت نفسي أني شاعر مع الوقت وحبيت الشعر. لا شعوريا حبيت الشعر، يعني أعيش مع الشعر والشعر يعيش معي. أكثر بيت أحب، هو صعب أني يعني أحصر بيت من ضمن قصائد، لكن في قصيدة بشكل عام هي محببة عندي. في بيت أقول فيها عن أيام الطفولة، أقول من يأخذ أربع عقود يا عرب ويرد لي عام، وعادي لو أنها قل شوي ودي أرجع صغير. هذا من الأبيات المحببة عندي. لو حصلت على لقب شاعر مليون، حقيقة أنا ما يعني لغاية الآن ما خططت لهذا الشيء، لكن إن شاء الله أنه سيكون فاتحة خير، بداية خير، يعني في أمور خيرة إن شاء الله. شعار جديد، معا لإحياء الشعر. على كلمات بادئ الاتحاد وراعي الهمة، كتبت وكن يغرف من بحره ولا لحقت حدود، عوايد زايدة اللي كم سعى للمجد والقمة، رحمك الله يلي كم عطيت ولا رجيت ردود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي على الحضور الكريم، لجنة التحكيم الموقرة والمشاهدين خلف الشاشات. أرحب بسعادة القنصل الأردني في أبو ظبي سعادة محمد الجبور والسيد خالد الشاويش من السفارة الأردنية، الأصدقاء الدكتور تركي المساعيد وحسين العويرض المساعيد ومحمد الراشد المساعيد. كما لا يفوتني أن أتقدم باسمي وباسم إخوان الشعراء من أخونا الشاعر حذيفة شريق العمارين بوفاة والده الذي وافته المنية قبل أيام. أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان. المشاركة: دع كل ما راح جعله ينتهي للزوال، وخفف عن الصدر دامنه ملاهج هده، ما دام راسك سما والفكر غيم ومال والضيق برق صدع غيمك، وهل برده لا تردع الشعر كانه واقع أو خيال، خلها يعب الجليب اللي كثير قصده. شف كبر الآمال وظروف الليالي ثقال، ما يمدي الحلم ما بين مهده والحده، كم شاف ليله قصير الخالي من العلال، وكم راقب الصبح منه ضاقبه مرقده، يشكي على موقده حزنه وهم الليال، واللي بجوفه لضاها حر من موقده. يشكي على موقده حزنه وهم الليال، واللي بجوفه لضاها حر من موقده، يبست عروقه ظما وشلون يسقيه لال، والعود ينخاه يوم ان الزمان اضهده، عود خذ المجد في صولات عمره جال، في تالي العمر يشكي من عقوق ولده. الى متى والوعود تلوح مثل الهلال بأول شهر والغيوم اللاحلك تجحده، إلى متى والعيون تقول ما لا يقال، في خوف طفل بلا همسه ويله غده، وتنهيد تلم لا ضمت صغير العيال، لو بيدها عن نسانيس الهوى تبعده، يسمع ضجيج ودوي
ويسأل أمه سؤال ذا صوت تفجير ولا النبض زاد عدده قالت لها النبض وتنهيد تالم لا ضمت صغير العيال لو بيدها عن نسانيس الهوى تبعده يسمع ضجيج ودوي ويسأل أمه سؤال ذا صوت تفجير ولا النبض زاد عدده قالت لها النبض هذا النبض يا ابن الحلال واصبر عسى الله يرد العز للي فقده يا صاحبي لا تقول الحال ما هو بحال ما يجني يا لادمي إلا زراعة يده طولت يا موعد الأمال وينك تعال لا تضيق الصدر دام انه ملاهج هده سلامتكم بيض الله ويهك على هالقصيد الطيب والغاوي ما قصرت أكيد متحمس أن أنت تعرف رأي اللجنة إن شاء الله أنا والله متحمس جدا إن شاء الله أستاذ حمد نبي نعرف انطباعك عن هالقصيدة والله علي يعني أبهرني في هذا الحضور وهذا المستوى عزيز أبو خالد يعني تستحق الكرت الذهبي اللي خذيته في جولة الأردن في كروت اليوم والله يا ليت لو عندي كرت أعطيك إياه زيادة السلام أشكر أبو خالد يعني النص الشعري كان جميل جدا ترابط فكرته أيضا غلفت برمزية وهي حرفة شاعر أعتقد ولك هدف من وراها ولكن دعني أنا وأنت نفك بعض الرموز مثلا لما قلت والعود ينخاه يوم من الزمان اضهد عود خذ المجد في صولات عمره جال في تالي العمر يشكي من عقوق ولده أعتقد أنه تشبيه أو رمزية للوطن الوطن نعم أنا قصدت فيه الوطن نعم كان التصوير جميل جدا طبعا دائما عقوق الأبناء شيء مؤلم بالنسبة للأسر فما بالك المواطنين تجاه أوطانهم تناولت الموضوع بذكاء ويعني بدون لا تمس أي مشاعر تلميذك أبو خالد الله يطول عمرك في خوف طفل بلا همسه وويله غده تحدثت عن مستقبل الأجيال وتصوير جميل وهو الطفل في حضن أمه ويسألها هل هذه أصوات تفجيرات أو أحداث من حوله أم هو نبض قلبها يتزايد أبو خالد شو رأيك في طفل بلا همسة ويله غدا الطفل عنده أمس وغد يعني قد يكون طفل ما هو بالمعنى اللي تقصد أنت سنتين ولا لا ما هو حتى التشبيه بيكون في واقع أنا والله بالعكس أعجبني يعني هو أمس يعني أمس اللي هو اليوم اللي ذهب يعتبر أمس عرفت فالطفل شاف في هالسنوات اللي مرت عليه السنتين اللي مرن الربيع العربي والأحداث المتصاعدة والمتزايدة وله عارف مستقبله بالعكس أنا الصورة أعجبتني للأمانة وليس بالضرورة أن يكون الأمس للرجل الكبير يعني صحيح الطفل إذا عمره 7 سنوات ولا 8 سنوات في حضن أمه مثلا وطبعا ما لجأ لحضن أمه إلا من الخوف فهو يسمع الأصوات ويتساءل هل هو نبض القلب ولا أصوات الأحداث المتزايدة والمتصاعدة من حول هذا الطفل في الوطن العربي تتكلم على واقع الأمة العربية صحيح عكس النص عجبني للأمانة كان البيت اللي تقول يا صاحبي لا تقول الحال ما هو بحال ما يجني الآدمي إلا زراعة يده وكأنك تقول للعرب هذا ما زرعنا ونحن نحصد ونجني ما زرعناه نص عجبني يا علي عسى الله يوفقك وجهك أبيض أبو خالد وجهك يا حبيبي تسلم يا أستاذ حمد ما قصرت أستاذ سلطان مشغول شوي قاعد يدون ملاحظات أستاذ سلطان عندي ولا عند أبو نزار تفضل خلي الدور احنا ماشيين عليه يعني أبو نزار تفضل لا أبو نزار يمكن بالاتصال اللي ياك ما خبرتنا أبو نزار من اللي كان متصل والله هذا ألارم بدك الصراحة مش اتصال منبه يعني أنا منبه. شفت الرقم أبو علي بس ما أبي أقول كلك لا منبه ليش شو تنبه هالوقت هذا والله الساعة 11 دائما عندي موعد عاطفي بعد نحييك دكتور غسان قلبك أخضر ما بيك حيلة يا دكتور تفضل تفضل أستاذ علي تفضل دكتور الحقيقة القصيدة مليئة بالشعر والشاعرية ولكن باتجاه معين يعني في البداية طبعاً لما أنت ذكرت الشعر بأنه هو طريقة البوح الموجودة عند الشاعر لا تردع الشعر كأنه واقع أو خيال وهذا صحيح يعني هو وسيلة التعبير ليس عند الشاعر فقط وإنما هي عند الأمة العربية كلها ثقافتها محمولة على
الشعر، ومن هذه الفكرة ولد هذا البرنامج. لكن لمسنا أنه هنالك في ضيق في الجو العام الذي رسمه الشاعر، هذا الضيق اللي يتزايد ويعني يكاد يكتم الأنفاس. طبعا هنا إذا كان الشاعر جسد الموضوع في شخص واحد أو في حالة واحدة فهو يقصد عموم الأمة العربية وما يجري فيها وما يجري لها. والحقيقة أنه أحسن الشاعر هذا التصوير يبست عروق ظما وشلون يسقي هلال، يعني شوف التناقض هنا، الظميان يحتاج إلى الماء ولكن لا يوجد إلا السراب، تنهيدة الأم، وبعدين لما قال يسمع ضجيج ودوي ويسأل أمه سؤال، يعني هنا أنا استغربت أنه كيف لهذا الطفل أن يسأل هذا السؤال، ذا صوت تفجير ولا النبض زاد عدده. طبعا هنا الجواب كان أغرب، أنه الأم تخاطب الولد كأنها تخاطب الكبير، وهذا يدل على أن الشاعر يتحدث عن الحالة العامة التي فيها الأمة. وأعجبني أنه أنت أرجعت الأمر إلى الطريق الصحيح في التشخيص، أنه هذا ما أرجنته يدانا وعلينا أن نحصد ما زرعناه. الشاعر هنا في هذا النص تجلى أمامنا بشاعرية جميلة. أشكرك يا علي. كل الشكر دكتور. كل الشكر لك دكتور غسان، ما قصرت. أستاذ سلطان، نبي نعرف الملاحظات اللي دونتها. شكرا يا علي، أنا طول الوقت أدون ملاحظات حتى الشاعر يسقي أحيانا. القصيدة جميلة يا علي، انتقالك من الذاتية في بداية القصيدة إلى القضية العامة اللي غلفتها بشيء من الرمزية، انكشفت بصورة واضحة من البيت اللي تقول فيه لا متهوى العيون تقول ما لا يقال في خوف طفل بلا همسة ويلة وغدة، وتنهيدة الأم، وهني الرمزية للأم أشوفها كانت موفقة إلى حد بعيد، لأن الوطن أيضا هو لأبنائه مثل الأم. والقضية اللي تحدثت فيها عن عقوق الوطن، كيف ممكن أن يحدث من بعض أبنائه اللي يتم إغراءهم أو يتم جرهم إلى بعض أشكال التحزبات المرفوضة. قد يظن البعض أن هناك نوع من عدم الملائمة بين الشخصيات ولغتها، خاصة يوم تحدثت عن الأم لغة الطفل، لكن هي في الحقيقة إذا نظرنا لها من جانب الرمزية اللي هي رمزية الوطن، نجد أن هذه الأسئلة هي الأسئلة الفعلية والواقعية والمشروعة اللي يطرحونها أبناء الوطن، وهم يرون أن ما في أي ذنب ارتكبه هذا الوطن وارتكبوهم علشان يتم يعني الإساءة في حقه. في وايد من الأبيات أعجبتني في القصيدة، لا تردع الشعر كانه واقعنا وخيال خله يعبي القليب اللي كثير أقصده، أو إلى متى والوعود تلوح مثل الهلال بأول شهر والغيوم اللاح لك تجحد. هذه قصيدة مميزة يا أخوي علي، أشكرك وأتمنى لك كل التوفيق، وربي حمي الأردن وكل البلدان. كل الشكر لك أستاذ سلطان، وكل الشكر لكم لجنتنا، ما قصرتوا، بالتوفيق لك وفالك البيرق يا علي، خليك مستريح. كل التوفيق لك علي الغياث، وايضا للجنتنا الموقره، وما زال المسانة معطر باناقه الحروف والقوافي. من ملعب نادي الفحيحيل الى مسرح شاطئ الراحه، من اللعب الاحترافي بالكره الى اللعب الجميل بالقوافي، خلاصه القوه والمشاعر مع رابع فرسان الليله واللي حصل على اول بطاقه ذهبيه من الاستاذ حمد السعيد في جوله الكويت، نتعرف عليه اكثر من خلال هذا التقرير. محتاجتك يا مارد المصباح، قد لي 3 سنين بطالي ضامي ولا عينت لي مياح، والشعر آخر ما تبقى لي، يا رب أطلع من وراها أرباح، أبيه يترس جيبي الخالي وبدل أيام الحزن بفراح، مع أنه طايح سوقه الغالي. مساعد بن عريج العجمي. مساعد يعني؟ مساعد يساعد العالم إن شاء الله. والله الشعر أحبه من طلعت على الدنيا، لماذا أحبه كذا فطرة؟ والله ما هو بيت، بيتين الفترة الأخيرة دائما أرددها، البيتين اللي يجعلني مقبول عند الناس
اللي مشيت بساحة الساحة مليت ممشى شاطئ الفنطاس ودي بممشى شاطئ الراحة. لو صرت شاعر المليون يا سلام سلم. مشاريع إن شاء الله أني مشاريع كلها بحطها في أبو ظبي عندكم، عقارات وشاليهات والكلام ده. شاعر المليون، لحظة خليني أجيب لك كلمة حلوة. حلم كل شاعر. أبو عوايد ما لحقها عذاريب، أبو عوايد ما لحقها عذاريب، ليت أربعينه يشبهونه عوايد، يا كثرهم كثره كسابة الطيب، لكن ما حد زايد على طيب زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. رحب في اللجنة الموقرة والحضور جميع وجمهور عبر الشاشات. أما القصيدة صلوا على النبي. يا صح النوم يا شعر ذبحك النوم ما خلاك تقوم وتنفض فراش الكسل وتصحي الهامي، شعاع النور يحجبه ستار اللي على الشباك، تعال اكشف ستار البوح لين تنور أحلامي، تزهب هندم حروفك قبل نطلع أنا وياك، ولا تذخر ولا قطرة حبر في خاطر أقلامي، إذا جينا وربي من سخا غيث الشعور أعطاك من أيامي أبيك تفرح الباقية من أيامي، لو توسوس لك إذا جينا وربي من سخا غيث الشعور أعطاك من أيامي أبيك تفرح الباقية من أيامي، لو توسوس لك الدنيا تعوذ من طمع مخباك، تأكد ما حد منا براجع ديرته ضامي، مدام الرزق ربي كاتبه في لوح ذاك وذاك، يا عيني طفي أنوارش ولا تحاتينه ونامي، مدام الرزق ربي كاتبه في لوح ذاك وذاك، يا عيني لا تحاتينه وطفي نورش ونامي، يا نبض القلب لك بصمه بقلبي والقصيد فداك، انا لولاك ما وثق قصيدي بصمه بهامي، تخاف الشعر ياخذني ويجبرني على فرقاك، وانا اللي يوم واحد من فراقك يكسر عظامي، عجزت اصوم عن حبك وانا اللي كل يوم القاك تكلمني يا ابو صوت الرقيق وتجرح صيامي، وتحسبني عجزت اصوم عن حبك وانا اللي كل يوم القاك تكلمني يا ابو صوت الرقيق وتجرح صيامي، وتحسبني يا بتغير وش الطاري ايا شكاك، مع ان قلبي طهور وله بياض يشبه احرامي، وتحسبني يا بتغير وش الطاري ايا شكاك، مع ان قلبي طهور وله بياض يشبه احرامي، حبيبي والشعر بحر سبحت بغبته لرضاك، على كثر حبيبي والشعر بحر سبحت بغبته لرضاك، على كثرة هيامي فيه ما أثر على هيامي، ولا تجرفني الشهرة ولا يطري عليك انساك، أنا من وين ما لديت عيني صرت قدامي. سوالف نص جميل يا مساعد، وفالك التوفيق إن شاء الله وفالك البيرق. الله يجزاك خير. الحين راح نتعرف أكيد على لجنتنا الموقرة لجنة التحكيم، تفضلوا أسادتنا. أبو نزار هذا النص عاطفي أكيد دغدغ مشاعرك، تفضل. الرادار صايد لك يا دكتور اليوم. أي والله قاعد له اليوم. مساعد يا مرحبا. طبعا المطلع كان عندك جيد ومتميز، يعني في البداية والثلاث أبيات الأولى التي ذكرت فيها الإلهام الشعري واستحل يعني يستحثك الشعر وتستحثه على القدوم لك من أجل أن يملأ الساحة ومن أجل أن يتقدم بك في هذه المسابقة. الأبيات مفعمة بالشاعرية. بعد ذلك انتقلت لمسألة الرزق وهو أحياناً يكون محفز للشاعرية، ولكنك أنت لا تريد أن يكون هذا هو المحفز لك في الشعر، وإنما تتكل فيه على الله وتجعل للشعر مساقاً آخر. صحيح. المحفز الأخير الذي ذكرته والآخر الذي اقتطع نصف القصيدة اللي هو الموقف العاطفي، يعني لما قلت ينبض القلب وأسهبت في ذكره، بعدين ذهبت إلى الخطاب وتداول الموضوع معه، وأنا لاحظت هنا أنه كثير جداً قد ذهبت إلى التبسط في القول في خطاب هذا المحبوب،
وفي ذكره، يعني حتى قلت انه وتحسبني أبتغير، يعني هنا انا اعلق على انه تبسط في القول من الناحيه الشعريه، يعني لم تحرص على انه يكون في هذا القول كثير من التصوير او التكثيف او اي نوع من انواع الشعر. وتحسبني أبتغير، وش الطاري ايا شكاك، هذه العباره طبعا تكاد تكون مباشره، ولكن نقول انه الشاعر يتبسط مع المحبوب بحيث انه معنى ذلك انه هنالك ود ما بينهما، ود كبير. النص يعني جميل، واعتقد انه كان بامكانك ان تاتي بشيء اجمل من هذا. شكرا. يا مرحبا. شكرا يا كريم ساعد. العفو العفو يا علي. النص سهل ممتنع جميل. المطلع انا بالنسبه لي كان مدهش. يصح النوم يا شعر ذبحك النوم ما خلاك تقوم وتنفض فراش الكسل وتصحي الهامي. واللي لفت انتباهي ان من اول النص الى اخر النص وانت تشتغل على الانسنه، انسنه وايد من الجمادات او الاحياء في الحياه وفي من حولنا، يعني انسنه النوم، انسنه الشعر، انسنه الالهام، الحروف، انسنه الاقلام، انسنت الدنيا، انسنت اشياء كثيره يطول الحديث عنها. وهذا الاسلوب يعطي للنص ايضا نوع من الحياه، ويمكن قراءه هذا الجانب سيميائيا في كيفيه كيف قدرت انك تترك بصمتك المميزه في هذه القصيده. ايضا لاحظت عندك تعدد الاساليب اللي صغت بها ابياتك الشعريه، واحيانا الشطر نفسه او جمل بعض العبارات الشعريه. تعدد الاساليب اقصد بها هني بين انك تلجا في بيت مثلا الى اسلوب النداء، وتلجا في بيت اخر الى اسلوب التعجب، ثم الى اسلوب الاستفهام، ثم اسلوب الامر، ثم تستخدم اسلوب النفي، ثم النهي الى اخره. وهذا ايضا يعطي جماليه اخرى لهذه القصيده اللي اشوفك اليوم بدعت وانت تلقيها بحضورك الجميل. شكرا لك على هذا النص. العفو يا ابو علي، الله يرضى عليك. زين خلصنا له يلعب كره قدم صح؟ الله الله الحيحيل مبدع بعد ابو خالد. نادي الحيحيل. الله الله. ونعم تدري مسقط راسي انا الحيحيل. يا سلام يا سلام. والله يشرفني. يا جلال وجهك. ايش تلعب، هجوم دفاع وسط؟ انا ارتكاز. اوه سلام ابو خالد. وكذلك انت في القصيد وفي الشعر. انا للامانه يعني من عشاق السهر الممتنع هذه المدرسه، وانا احد منتسبي هذه المدرسه للامانه. دائما هذا الاسلوب هو الابقى والانقى. صحيح. وسرعه الوصول للمتلقي للامانه. اسلوبك كان جميل ومختلف ولا يشبه الا مساعد من جاوك الجنه ابن عريج. يعني انتقلت من الشعر وهموم الشعر الى الحديث عن المحبوب والعاطفه، وكان الانتقال جميل جدا وذكي ويخدم ايضا مطلع القصيده. يعني قد يكون هناك شاعر يشطح بعيدا عن الموضوع، لا كان في ترابط. يعني تتحدث عن حضورك وعن النجوميه وعن الشهره، وقد تسرقك هذه المغريات عنها وانت تقول في ختام القصيده انا من وين ما لديت عيني صرت قدامي. يعني لا مفر من المحبوب. صحيح. وكانك تطمن هذا المحبوب. انا بسال الجمهور، هل يستاهل كرتي الذهبي اللي اعطيته في الجوله ولا ما يستاهل؟ حضورنا يستاهل ولا ما يستاهل؟ والله يستاهل. جاكم الجنه ساعد. جنة جاكم الجنه. انت وينك كل هالمده؟ يعني ما زانت وتو ما لامس الصبح عيني، والله يسامح ليلي اللي حجبكم، ما عندي اي اشكال باللي يجيني، ادور رضاكم واقدر عتبكم، ولا تنشدوني طول ذا الوقت ويني، سعيت اجيكم بس ما الله كتبكم، وما الله قسم الاعلام يمسك يديني، لكن رغم هذا قصيدي جذبكم، واثبتت نفسي واظهرتني يميني، ولا وصلت كفو الا ترى من سببكم، وتوكم ما شفتوا شيء يا متابعيني، عندي قصايد واجده بتعجبكم. يا سلام يا سلام ابو خالد، هذا رد على الطاير. اشكركم اساتذتنا. ما في حيله. ما في حيله. شكرا يا سادة الكرام، والشكر موصولك يا مساعد وفالك البيرق ان شاء الله. مساعد يلي تساعد الجميع على قولتك، نحن بنتظر باقي القصايد. يعطيك الف عافيه.
مشاهدينا ومتابعينا، الشعر رسالة تحمل قصص ومعاني وأمنيات، وأكيد رسائل كثيرة تحمل قضايا مختلفة في مشاركات الفرسان الجاية، ولكن بعد الفاصل، وخلوا عيونكم على نجومكم. هناكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان مع انطلاقة ملحمة الشعر والحب والأصالة في شاعر المليون للموسم الثامن مباشرة على الهواء عبر قناتي الإمارات وبينونة. خامس فرسان الليلة شاعر يمتلك قوة الطرح ويغرد خارج السرب، وكانت تكفيه شهادة رادار أستاذ سلطان العميمي، واللي ذكر واللي وصف هذه القصيدة بالنص العماني الأجمل في الموسم الثامن. طارب الحي كانت خطوته الأولى، ونترياه أنه يطربنا في الخطوة الأهم. نتابع هذا التقرير. نبهان الصلطي من سلطنة عمان. نبهان يعني فهمان، ويعني ماخوذ من اللباقة والفهام، والنبيه من النباهة بشكل عام، يعني الاسم يعرف عن نفسه. ما أدري ليش حبيت شعر بس أحبه. والله في بيت ما أعرف من كاتبه طبعا: أحبك الصعب ما أحبك تجي هين، وأحبك المستحيل اللي يعذبني. لو صرت شاعر المليون، يعني قصدك أفوز باللقب؟ لا والله ما هي معين يعني، بس أعتقد هي الحياة بشكل عام كلها بتتغير يعني معي. أول شيء أسافر أخذ فترة نقاهة. شعار جديد لبرنامج شاعر المليون، والله ما وش أقول لك يعني، مش من الشعارات. أعتقد الشعار صح لسانك. شعار قديم، شعار قديم. لا ولغة القلوب. من قالها شيخ العطا والمروة: زايد وحنا ما خلفنا وعدنا، نقوى ونصبح أهل عزم وقوة، كل ما جمعنا قلوبنا واتحدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير. أمسي على اللجنة الموقرة وهذا الجمهور العظيم والجمهور الأعظم أمام الشاشات، وأترككم مع سحابة الحبر. سحابة الحبر ما ينبت من الظل قاع، صبي دموعك حيا للبيد لو مرغمة، أشبعت بطن القصايد والأماني جياع، والشعر ما عاد يثمر تينا بموسمه. سحابة الحبر ما ينبت من الظل قاع، صبي دموعك حيا للبيد لو مرغمة، أشبعت بطن القصايد والأماني جياع، والشعر ما عاد يثمر تينا بموسمه. طوفي بكعبة أحاسيسي وكل البقاع من قبل تعبث يدينا العمر في زمزمة، ودي أشكل من أوراقي سفينة شراع، أبحر بها في محيط الأنفس المغرمة، كم كان في دفتر أشعاري ملاذ ومتاع، للعابرين المدى أحلامي المبهمة، للخيل والليل والبيداء وأنا الشجاع اللي توسد على ضلع البياض قلمة. للخيل والليل والبيداء وانا الشجاع اللي توسد على ضلع البياض قلمة، غنيت للحب
ما بين الأمل والضياع، واهديت من بسمة أيامي إلى مبسمة. الليل للحين نفس الليل نفس الطباع، لكن ما عاد نفس الملهمة ملهمة. من كثر ما بيني وبينه صدام وصراع، يهزمني الياس احيانا ورد هزمه. لو ان الايام ردت لي عن الصاع صاع، ما رجع الجرح ما سال ومضى من دمه، ولا صار لحم السمانه السبع قوت الضباع، ما بد فم العجاف السبع منه شحمه. سحابه الحبر قدر الغيث والمستطاع، صبي دموعك على أرض الجفاف ارهمة. لو لوح العمر بكفوفة وحان الوداع، ما عاد ينفع نقر الوقت من معصمة. يحافظ عليك يا نبهان، ما قصرت بهالقصيد، بيض الله وجهك. أساتذتنا الكرام، أكيد نحن بانتظار آرائكم حول هذه القصيدة، ونبدأ معك أستاذ سلطان. شكراً يا شاعر عمان المميز أخي نبهان، الله يعزك. قصيدة جميلة وحضورك أيضاً تفاعلك مع القصيدة كان مميز. من الجميل أن إحساس الشاعر يكون حاضر بهذه الصورة، تفاعله مع قصيدته، إحساسه بكل بيت يقوله، وهذا كان واضح وملموس بهذا الحضور وهذا الإلقاء المميز، فشكراً لك. أول ما يلفت انتباهي في هذه القصيدة غير الذاتية اللي موجودة فيها، دلالة دلالات الماء والسيولة اللي موجودة فيها، فيها سحابة السحابة اللي فيها المطر والهطول، الحبر أيضا، الدموع، صبي دموعك، ولو أن هني الدلالة أيضا غير المعنى المباشر لكلمة الدموع، قطرات المطر في هذا التصوير الجميل، أبحر بها، الإبحار في محيط، المحيط أيضا السيولة اللي موجودة فيه، الدم أيضا المذكور في هذا القصيد في هذه القصيدة. إذا بنتحدث عن دلالة السيولة أو دلالة الماء عموما، في من حيث الرمزية الأسطورية اللي موجودة، أو من حيث الاتصال المباشر فيها من دلالات الحياة والخصوبة، وأربط كل هذه الدلالات بذات الشاعر من خلال الموضوع اللي طرحه. طرحت في موضوع علاقتك بالشعر من طرف، علاقتك بالتحدي، الإنجاز، المعاناة أيضا، وواضح أن هناك اشتغال قوي وكبير على التصاوير الشعرية الموجودة في كل بيت على حدة. عندك تقريبا في كل بيت تصوير شعري له خصوصيته وله جماله، اللي ممكن يكون متصل مع موضوع القصيدة بشكل كامل، أو منفصل ممكن أنك تأخذ كل بيت على حدة وتستطيع أن تغير في ترتيب الأبيات دون أن يتأثر معنى أو موضوع القصيدة فيها. بسألك عن البيت اللي تقول فيه ولا صار لحم السمان السبع قوت الضباع، شو تقصد هني بالسمان السبع؟ طبعا أستاذ علي، أستاذ عشان توضيح للمشاهدين أيضا. نعم نعم، سبع السمان طبعا هو اسقاط على سبع السمان والعقاب. نعم، لكن دائما بقدر ما يمضي من عمرك ما ممكن يرجع شيء، يعني مثل ما انت تاخذه، كل ما مضى اللي مضى خلاص يرجع، يعني اللي يمضي، يعني مهما رجعته من الايام او مهما تعوضك الايام فيه ما ممكن ترجع اللي اخذته منك. هل الرقم سبعة هني السبع اي دلاله او رمزيه تقصدها، ولا فقط اسقاط على؟ لا، هو اسقاط طبعا بدون دلاله للرقم بالنفس. السمان السبع. القصيده جميله يا اخوي نبهان، انا اشكرك عليها واتمنى لك التوفيق. كل الشكر لك استاذ سلطان، وننتقل لك استاذ حمد، تفضل. الله يعافيك. الله يعافيك أستاذ حمد، نحن أتوقع صوتك شوي اختفى عنا، ف نعم أنا أتوقع المفروض أني أعطيك المايك، بس دقيقة عشان رأيك أكيد يهمنا. الله يديم فضلك نبهان، قواك الله. الله يقوي أبو خالد، شكلي المايك هذا ما راح أعطيهم إياه، خلاص بعيد عيد أبو خالد. نبهان الله يعطيك العافية. نبهان طبعا النص واضح، هناك نضوج شعري وتجربة شعرية ناضجة، والدليل واضح في هذه الأبيات الجميلة، أعجبتني.
تحدثت عن الشعر وعتاب الشاعر على الشعر، والبيت اللي قلت أشبعت بطن القصايد والأماني جياع، أعتقد أنه كان يختصر حقبة زمنية أو تجربة مر فيها نبهان، أنه ما زالت الأماني جياع، ولكن قد تشبع هذه الأماني من خلال هذه المسابقة في حضورك المتألق. أنا عشان ما أطيل، ليس بالضرورة أن نسهب في الحديث، نص جميل للأمانة، وأعجبتني قافية الميم والهاء، ووظفت مفردات جاءت في مكانها حتى أن وصلت إلى صبي دموعك على أرض الجفاف الرهمة، مفردة الرهمة من زمان ما سمعناها، وهي المطر المستمر، المطر الديم مثل ما يقولون. قصيدة هلال أو أبيات هلال، إذا مو طويلة نبي نسمعها. أنا تنازلت عن التعليق عشان أسمعها الأبيات. نبي يطردنا والله. خالد النص طويل، يعني نص هلال طويل. لا إذا طويل الوقت تعرف حنا مضغوطين. لا أنا ما بخل وقت زملائي خلاص. النص طويل نكتفي. وحتى من البداية اللي على ذمتك ما في مشكلة. لا أنا نكتفي في جمال هذا النص الشعري. ختمت ختام جميل، لو لوح العمر بكفوفه وحان الوداع ما عاد ينفع أجر الوقت المعصم. شعر ناضج، نص محبوك، حبكة شعرية جميلة جدا. أحييك على حضورك هذا المساء يا نبهة. على راسي. أسمعان كل الشكر لك أستاذ حمد، وعذرنا على اللي صار. ننتقل لك دكتور غسان، تفضل. النص يا نبهان، النص يدل على تجربة شعرية ناضجة وقادرة على الكتابة واستل على معرفة فلسفة الشعر في القول والفرق بينه وبين الأساليب الأخرى. كل بيت من هذه الأبيات يشهد بهذا، لأنه الشاعر في كل ما جاء به في هذه القصيدة من موضوع حمله على صور شعرية جميلة، منها ما ذهب إلى الرمزية أو الخيال المضاعف، وهذا شيء جميل جدا. لكن خفتت الصلة ما بين البيت والبيت، كلها أبيات مترعة بالشاعرية، ولكن الصلة التي تربط البيت بالبيت والتي تؤدي إليه خفتت، يعني لدرجة أني أنا رأيت أنه ممكن تأخير التقديم في هذا النص في كل أرجائه، لكن الشاعرية ظاهرة بشكل قوي جدا. أنا أعلق على البيت اللي بتقول فيه: للخيل والليل والبيداء ورى الشجاع اللي توسد على ضلع البياض إقلمه. طبعا هذا في تناص مع بيت المتنبي اللي هو: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ما أعرف ليش أنت هربت من السيف والرمح، مع أنك بتقول عن نفسك أنك شجاع، يعني الخيل والليل والبيداء جبتهم لكن استثنيت السيف والرمح وبتقول أنك شجاع. على كل حال النص جميل من أوله لآخره، وأنا أشكرك عليه. كل الشكر لك دكتور، وفالق التوفيق والبيرق يا نبهان. تسلم. صح لسانك يا نبهان، وكل الشكر ايضا لكم لجنتنا العزيزه والموقره. بين الشعر والشاعر الف الابداع، ومتواصلين فرساننا في نثر ابداعاتهم على مسرح الابداع شاطئ الراحه. سادس فرسان الليله الشاعر خط قوافيه بكل تامل من محطه الرياض، لفت انتباه لجنه التحكيم ونال الاجازه بامتياز. حملت اولى مشاركاته مطلع من بدايات العمر الاول خريفه، ونحن اليوم في انتظار فصل اخر من فصول الشعر برفقته، بنتابعه مع بعض في هالتقرير. اخ يا ذنب انت عمدتك ترافه، غيمك اللي مر عداني رفيفه، ما سقى جرد الضلوع ولا جفافه، والهقاوي عودت منك معيفه، شاعرك ضيقته من قافه، القافة صدت المقفي عن المقبل كليفة. نواف الترك الظفيري، نواف أو النايف الشيء العالي، هذا الأصل. نواف الإنسان اللي يحب العلو، أعتقد أنه كذا، أعتقد أنه فطرة شيء، يعني الله خلقه فيك، يعني كأنك تقول مجبر أخاك على بطل، شيء مجبر أنك تعيش الشعر. من أبياتي، البيات كثير لكن يحضرني الآن بيتين، لي يقول: يركض العمر والدنيا حظوظ فرص، نوب نقنص بها الفرصة ونوب تضيع،
نطرد الحلم طرده لا القنص لا القنص في نفوس تضيق وكان ربي يسيء. أول شيء الله يسمع منك. طبيعي إنه العائلة الأصدقاء كلهم يعني نصيب يعني من الفرح هذا إنه الجائزة فرح فنصيب من الفرح. والله يكتب لك خير كلام. برنامج يحتمل أكثر من شعر إنه برنامج جميل أي شيء تطلقه عليه يركب عليه. خلينا نقول منبر النجوم لأنه هو صانع للنجوم للأمانة. يا مقدم الخيل يا مقدم الخيل لا ضاق المقام ونخو في الريسة هم بين من يقدم ومنه هرب منتب في قيدة ولد ولا في قيدة أخو. يا شيخ زايد حرام إنك في قيدة عرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا. أتمنى القبول الحسن. قصيدة بعنوان مريم. تقول مريم عسالك بالليالي مقام وقول كان استجد الوجد ماني مقيم يا مريم إن كان ما تطرب غصون الحمام فلا تهزين عزق الذكريات القديم في قلبي جروح وفي عيني بقايا كلام وانتي رميتي وجتني رميتك في الصميم فانطحت سترت علي نشمت والملام ماني بناقص عيون الشامتة والخصيم لا فز قلبي عليك ولا جفيت المنام ولا تبعتت ولا هب الصبا والنسيم العابرين بفضاء الله قوم كرام لذا فكف الزمان بغربلتهم كريم العابرين بفضاء الله قوم كرام لذا فكف الزمان بغربلتهم كريم لو يسكنون الأراضي رؤوسهم في الغمام متوحدين الشعور في هالزمان السقيم خلين يدعو ثلاث أيام عد وتمام وقلب ردائي وناجي على تمطر بديم ولا اسقي عروقي الذبلة بكاس الغرام وانفخلة الروح في عظم الكلام الرميم. خلين يدعو ثلاث أيام عد وتمام وقلب ردائي وناجي على تمطر بديم ولا اسقي عروقي الذبلة بكاس الغرام وانفخلة الروح في عظم الكلام الرميم وقلت يا الدرب شام أقول ما هو بشام ولا مقامي معت بين الركن والحطيم أنا فقط شاعر يهوى يصب المدام في قلوب تثمل على كاس الشعور الحميم أنا فقط شاعر يهوى يصب المدام في قلوب تثمل على كاس الشعور الحميم فنخيم الليل كنت النور عبر الظلام وانطال مسرى تعكزت الغنى للسديم معي لين احط قلوبهم في سلام وسلم الصبح ذنب البارحه واستقيم فين قدموني وكنت المتبع والامام تتبعوا شاعر في كل وادي يهيم وان اخروني وكنت المسك قبل الختام تسلطنت لك مقاماتي بصوت رخيم فن استخرتي فهونا كلنا للعدام وان استدرتي تلقيتك بقلب عظيم. سلامتك. صح الله لسانك يا نواف. صح بدنك. ما فيك حيلة. الله يطول عمرك. نبتدي مع أساتذة الفاضلين. أستاذ حمد تفضل كلمة عندك. طول عمرك ابو علي يعني انت كفيتني عن كلمه ما فيك حيله. الله يطول عمرك نواف. هذه كلمه ابو خالد وهو يستاهلها نواف. يستاهل الخير ابو خالد. والله هذا النص وهذا الحضور وهذا الشعر وهذا النضوج الشعري والفكري وهذا الطرح الجميل يليق بنواف التركي. للامانه انت من الاسماء الجميله اللي مرت علينا في جوله شعر المليون. الله يطول عمرك. وها انت تثبت هذا التالق وهذا التميز وهذا الابداع من خلال هذا النص. يعني من مطلع القصيدة يستاهل. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. يستاهل نواف فعلا يعني دخولك
تقول مريم عسى لك بالليالي مقام وأقول كان استجد الوجد ماني مقيم. القناعة موجودة أيضا، التفاؤل موجود في هذا النص أيضا، نضوجك الشعري واضح جدا ومتناثر الصور الشعرية بين أبيات القصيدة. أعجبني البيت اللي تقول العابرين بفضاء الله قوم كرام، وهو تشبيه جميل جدا لمن هم على حالتك أعتقد، ولذا فكف الزمان بغربلتهم كريم، صورة جميلة جدا. خليني أدعو ثلاثة أيام عد وتمام وأقلب ردائي وناجي، توظيف أيضا للحديث أنه قلب الرداء للاستسقاء والمطر، كان التوظيف جميل جدا. الختام كان مسك ولا أخر ونخروني، وكنت المسك قبل الختام، تسلطنت لك مقاماتي بصوت الرخيم، فنستدرتي فهونا كلنا للعديم، ونستخرتي تلقيتك بقلب عظيم. أنت اليوم عظيم، شاعر عظيم يا الله يطول عمرك. أي والله فيها أبيات أربعة طقت الصدر، بس أربعة أبيات هي قالوا لي أربعة أسمعها يا ليت والله، ما يشبع ما يشبع من شعرك يا نور. يا حبيبي أبو خالد. أي والله. يقول حنت على عد القصيدة الطواريك، في كنة القيض استدارت تلاوي، وانا زبون الشعر لو وصلت الريق، ادن لي ورد غزير راوي. وانا زبون الشعر لو وصلت الريق، ادن لي ورد غزير رهاوي، مطلعي النايف بروس الشواهيق، وعيني مغازيها بعيدة حراوي، حضرت وشرها على مثل يتليك، وانا علي تصلح كبار الهقاوي. كفو عليكم زود، ما عليكم زود. كان مسك الختام هذا المسايا. شكرا يا ابو خالد. نواف، النصف بالفعل جميل، وأنا سوف أعلق على جانبين فيه. الجانب الأول اللي هو بناءك للنص، كيف بنى الشاعر هذا النص. طبعا من اللافت هنا أنه الشاعر شخص شخص آخر في القصيدة اللي هو اسمه مريم، قد يكون حقيقي وقد يكون غير ذلك، لكن المسألة هنا مسألة البناء الموضوعي والفني للقصيدة، بأنه أتى بهذا، وهذا أسلوب طبعاً معروف في الشعر العربي، وقد جاء به الشاعر على خير طريقة، إنه يستحضر شخصية أخرى ويناقشها ويدير حوار معها، وغالباً هذا الحوار يكون خاضع للشاعر، يعني لم نجد مريم هنا تتحدث، ولكنه يضع الكلام على لسانها، لو قلتي، هي لم تقل، ولكنه يفترض، فهو يفترض السؤال ويرد بالجواب، وذلك نوع من التنويع، أنه هنالك من يناقش، هنالك من يأتي بأطراف الحديث من هنا وهنا، وهذا الحقيقة أنه أسلوب جميل في اصطناع. يمكن تكون شخصية واقعية حقيقية ممكن موجودة. ممكن جداً. شو ملتزم الصمت وما لا تعليقه. تبوني أعلق يعني؟ يتحرش فيك أبو خالد. مريم لها أكثر من وجه ووجهة يعني. الشعر إذا ضيقت وضاك، إذا أعطيته ساعة تسع. لا هم قلوبهم خضر عشان كذي يسألونك. أنا ما رحت للمنحة هذا. كل يرى الناس بعين طبعا. كلكم حلا وبركة كلكم. أنا قلت يمكن بنيتك ولا شيء. لا 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 الله يحفظ بنات الناس. لا والله. آمين. هذا الأسلوب الذي أتحدث عنه هو أسلوب ثاني كذلك لاحظناه في هذه القصيدة، وهو أسلوب كذلك جميل، وهو التناص غير المباشر مع النص القرآني. يعني كثير جدا من هذا وجدناه في هذه القصيدة، بمعنى أنه يأخذ من القرآن الصورة والعبارة، ولكن ليس بحذافيرهما، وإنما يستقي من النص القرآني استقاء، مثل لما نقول فلا تهزين عذق الذكريات، ولم يأتي بأطراف الصورة التي أتى بها القرآن الكريم، انتقى منها شيئا يناسب موضوعه، ولكنه ذكرنا عندما نمر بهذا المقطع أو هذا البيت نتذكر الآية الكريمة والصورة التي أتت هناك. طبعا هذا ماذا يفيد؟ أولا يفيد في أنه يقوي النص، لأن النص القرآني لا مثيل له، وهو الأبلغ وهو المعجز، هو يستمد منه هذه القوة. كذلك تذهب الصورة بنا إلى بعيد، إلى أبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم، وبالتالي فيتسع المجال للشاعر لكي يقول. فعل ذلك في مناطق من القصيدة كثيرة جدا، فلا تهزين مثلا لو يسكنوا للأراضي، لما قال إنه أسكنوا الأرض مثلا، لما قال وانفخ لكم الروح، برضه معروف هذا في عظم الكلام الرميم، كذلك هذا في تناص غير مباشر. في مثلا تتبع شاعر في كل وادي يهيم،
في المسك قبل الختام. طبعا أنا أقول إنه هذا التناص غير مباشر لأنه ليس بحذافيره وليس كما ورد في الآية القرآنية، إنما هو استقى منه واستفاد من إشعاعه. شكرا لك يا نواف. الله يطول عمرك يا دكتور. شكرا يا دكتور. مشكور يا أخوي نواف، شاعر شاعر مميز من أيام الجولات وما تزال مميزة بهذا النص وهذا الحضور الجميل وهذا التفاعل أيضا المميز مع قصيدتك، وتوظيف حادثة مخاض سيدة مريم عليها السلام بعناصر الحكاية التي وردت في القرآن الكريم جاءت في هذه القصيدة بشكل مميز ومختلف وملفت. كان الاختلاف ذكي من ناحية التوظيف هذا. وإذا هدي متحدث عن حادثة سيدة مريم عليها السلام، نتحدث عن غير عن أيضا ما أشار له أبو نزار بخصوص النص القرآني وتوظيف رموز من النص القرآني، ولكن حتى من الدين بشكل عام من ناحية المناسك مثلا، يعني وجود مثلا تحدثت عن صلاة الاستسقاء أو بعض رموزها وعناصر تشير إليها وتدل عليها وغيرها من الدلالات الدينية الواضحة في هذه القصيدة، وكانت موظفة بشكل ذكي. قوة النص أشوفها أيضا جاءت من خلال التماسك اللي موجود فيه من مطلع القصيدة إلى الخاتمة. هناك رابط سلس بين البيت والبيت، مع كل بيت كنت تقوله وتخلص منه كان ينكشف المعنى شيئا فشيئا إلى أن يتضح في آخر القصيدة يتجلى بشكل واضح جدا. وعندك ما شاء الله قدرة عجيبة على أنك تخلق أو أنك خلقت في بعض الأبيات إدهاش شعري، صورة غير متوقعة فيها ابتكارات جميلة. أنا أحييك وأشكرك على هذه القصيدة أخوي. الله يبقيك. شكرا أستاذ سلطان، وشكرا لكم أساتذتنا الكرام، وأكيد الشكر موصول لشاعرنا نواف التركي الظفيري. بيض الله وجهك يا نواف، ما قصرت صح لسانك. قبل أن نستكمل رحلة اليوم، أذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم تكونون جزء من هذه الحكاية الجميلة وتشاركون الفرسان واللجنة آراءكم وانطباعاتكم عن طريق حساباتنا على تويتر والفيسبوك والإنستغرام الظاهرة على الشاشة، وأيضا يمكنكم تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج بتتابعون فيه آخر الأخبار والمسجدات، وأيضا تصوتون لشعراءكم المفضلين. ووصلتنا تغريدة من الشاعرة زينب البلوشي تقول: نتمنى كل التوفيق للشعراء وبانتظار رحلة البيرق، وكذلك الأخ عيسى الحريري ينتظر موسم حافل بالشعر والشعراء يا أسمهان. نعم حسين. مشاهدينا في كل مكان، قبل أن نتعرف على قرار لجنة التحكيم الحاسم في تأهيل شاعر واحد من الستة اللي افتتحوا الموسم الثامن، شو رأيكم نتعرف على انطباعات جمهور مسرح شاطئ الراحة على مشاركات فرسان الليلة؟ حضورنا الكريم، مساكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم جميعا. نتمنى منكم التصويت حسب الأرقام الموجودة على أجهزة التصويت بجانبكم، ونذكركم بأرقام المشتركين والشعراء حسب ترتيب المسرح. رقم واحد تهاني التميمي. طبعا مثل ما قالت اخت اسمهان، هذه أرقام ترتيب ظهورهم على المسرح في حلقة اليوم. رقم اثنين عبيد بن الصيف الكعبي. نعم. رقم ثلاثة علي الغياث. رقم أربعة مساعد بن عريج العجمي. أما رقم خمسة نبهان الصلتي. ورقم ستة شاعر اللي غادرنا قبل شوي، الشاعر نواف التركي الظفيري. يا ترى من هو الشاعر اللي يقنع جمهور مسرح شاطئ الراحة والنجم حسب رأيهم؟ بالفعل حسين، هذا هو السؤال الأهم، ولكن الإجابة مشاهدينا ومتابعينا بعد الفاصل. لا تسيرون بعيد، تريونا. متابعينا في ختام محطات هالأمسية المتألقة، ومن جديد نرحب بنجومنا على المسرح، الكل في انتظار النتيجة الحاسمة والأعصاب مشدودة أكيد لمعرفة قرار لجنة التحكيم وإعلان أول المتأهلين للمرحلة الجاية في الموسم الثامن.
لكن قبلها اسمهان، شو رايك تستذكر مع المتابعين مشاركات الفرسان واميز ما قدموه خلال امسيه الليل؟ نتابع. جابت الريح الوجوه وانفتق جرح بثواني، جابت الريح الوجوه وانفتق جرح بثواني، من ضجيج الشارع المليان ضد بكل ملة، احتجاجات وربيع وصحوة تصم الأذاني، طين ظننه إله، النار والجنة بظلة، جثمان ضمه علم عالدم يتصلق، يحدر أسدنا ويمسح عنها غباره، بو خالد أرسى مبادي قبل تتخلق، حتى رفع للطفل حلمه ومنظاره. كم شاف ليله قصير الخالي من العلال، وكم راقب الصبح منه ضاق به مرقده، يشكي على موقده حزنه وهم الليال، واللي بجوفه لضاها حر من موقده. جينا وربي من سخا غيث الشعور أعطاك من أيامي، أبيك تفرح الباقية من أيامي لو توسوس لك. إذا جينا وربي من سخا غيث الشعور أعطاك من أيامي، أبيك تفرح الباقية من أيامي لو توسوس لك الدنيا، تعوذ من طمع مخباك، تأكد ما حد منا براجع ديرته ضامي. سحابة الحفر ما ينبت من الظل قاع، صبي دموعك حيا للبيد لو مرغمة، أشبعت بطن القصايد والأماني جياع، والشعر ما عاد يذمر تينه بموسمه. مخلين يدعو ثلاث أيام عد وتمام، وقلب ردائي وناجي على تمطر بديم، ولا اسقي عروقي الذبلة بكاس الغرام، وانفخ لك الروح في عظم الكلام الرميم. متابعينا في كل مكان، شاعر واحد فقط من الفرسان الستة اللي راح يحصد بطاقة العبور من لجنة التحكيم، وبالتأكيد أنتم تملكون فرصة التصويت وتأهيل اثنين من فرسانكم المفضلين علشان ينضمون مع زميلهم المتأهل للمرحلة التالية. صحيح، لكن قبل لا نعلن قرار لجنة التحكيم النهائي بنتعرف معاكم على انطباع جمهور مسرح شاء. أبغى أسمع تحية جمهور الحاضر، تحية هذه لكم أنتم على الحضور المميز. بنتعرف معاكم على انطباع جمهور مسرح شاطئ راح حول شاعرهم المفضل. يبقى السؤال الأهم حسين، من هو اللي حصل على أعلى نسبة في تصويت اللي من قبل جمهور المسرح؟ جمهورنا من هو تتوقعون؟ طبعا انتم صوتوا من 1 لـ 6 حسب ارقام ظهورهم اليوم في ترتيب الحلقه، بنشوف منو حصل على اعلى نسبه منكم انتم حضورنا في المسرح، واللي طبعا هذه ما تدخل في لجنه التحكيم وما تدخل في التاهيل. عبيد الكعبي، الف الف مبروك لك يا عبيد. 36% هذا هو تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحه. نعم، وطبعا نحن نذكرهم مره ثانيه ان هذا متابعينا هذه نتيجه تمثل انطباعات جمهور المسرح وما يتم احتسابها من ضمن الدرجه الخاصه بمشاركه الشاعر. نعم حسين، والحين راح نتعرف مشاهدينا على الشاعر اللي تم اختياره من قبل لجنه التحكيم ليتاهل للمرحله الجايه. ومن طبعا ونرد نذكرهم ايضا مشاهدينا بامكانكم تاهيل باقي ايضا اثنين من الزملاء لمرافقته عن طريق التصويت اللي راح تفتح خطوطه مع نهايه امسيه اليوم يا اسمهان. صحيح حسين، واول المتاهلين في الموسم الثامن بقرار من لجنه التحكيم. المفاجاه حسين ان المتاهلين لا تخبرين ما نقول؟ لا 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 خلوهم مفاجاه لين نوصل عندهم عقب نخبر. طبعا اسماء تسالينهم منو يتوقعون؟ يعني هو هذا الشيء الصعب الأمانة، هو هذا الشيء الصعب. اساليهم. تهاني، توقعين منو؟ ما اقدر اتوقع. لازم تتوقعين. اتمنى شعره. اتمنى انها شعره. انحياز. طبعا العنصر النسائي يتمنى يكون في شعره. حصلت على اعلى نسبه من الجمهور، يا ترى هل اللجنه راح تكون معاك ومع الجمهور؟
والله اللجنة طال عمرك فيها الكل، ونتمنى الخير لإخواني كلهم قبل أنا هم يحصلون. إن شاء الله يا رب. بيض الله وجهك. شاعرنا شو توقعاتك؟ الحقيقة كلهم كفوا ويستاهلون، وللأمانة يعني بعيدا عن المحاباة عند أي واحد منهم كان عندي. بيض الله وجهك، مساعد يا اللي تساعد. اللهم آمين. ذا الليلة ما وده يساعد، وده حاله وده يشيل الخير لكن كله. لكن كان جال الكلام الصدق، كان جال إخواني كلهم فهو جاني للأمانة. يعني يعطيك ألف عافية. نبهان شو توقعاتك؟ والله كل شاعر من اللي موجودين أعتقد أنه مؤهل أنه يأخذ هذا الكرت. أتمنى التوفيق للجميع، وأنا أكثر من مساعد. بيض الله وجهك. نواف مرحبا. نقول أن الختام عندك، وتوقعاتك راح تكون صائبة هالمرة. أنا ما أتوقع، أنا أقول اللجنة شافت، الجمهور شافوا، أعتقد أنهم راح يمنحون الكرت للأفضل، وكلنا قدمنا شعر اليوم، أتمنى أن الجميع حاز على رضاكم. النتائج عند حسين، وحسين ملعبك توتير الأعصاب. شكرا لأسمهان، وأنك اختصرتي بعد مسافة سألتيهم، لكن شعرانا اليوم تراها ميزة. اليوم انطلاقة شاعر المليون في النسخة الثامنة، 8 مواسم من الإبداع والتميز. اليوم في هذه الحلقة بيكون فيه، وهذه المفاجأة، لجنتنا العزيزة أهلت 2 في هذه. يستاهلون التحية. يستاهلون. 2 شاعرين مو شاعر واحد، يعني الفرصة أكبر وأكبر. ونشوف ابتسامة هني، ونشوف ابتسامة أيضا. 2 شاعرين في أول حلقة. تعرفون شو يعني أول حلقة؟ يعني افتتاحية، يعني ترتاحوا من الضغط، من الأعصاب. اللجنة ريحتكم، وصلتكم للمرحلة الثانية، لحظات أعصاب مشدودة. مشدودة. تسمحوا لي راح أعطيك الفرصة تذيعين أول اسم من المتأهلين، وخلي الثاني عندي. حسين المتأهل الأول بقرار من لجنة التحكيم في الحلقة الأولى من شاعر المليون بالموسم 8 من بين 48 شاعر، واللي حصل على 48 درجة من 50 هو يمكن هي هو بل هي تهاني التميمي. ألف ألف مبروك. إذن مبروك تهاني التميمي، 48 من 50، درجة مميزة من لجنة التحكيم. ولكن ما زال فيه شاعر آخر، بقول ألف. أبى أسمع حضورنا. ألف مبروك لعباد الكابي. ألف مبروك تأهله. ألف مبروك لك يا عبيد. كم درجة يا مخرجنا؟ 48 أيضا من 50، والناموس يا الكعبي. ناموس. الناموس للجميع. إذن المتأهلين تهاني التميمي وعبيد الكعبي، ونقول لهم ألف مبروك. شكرا لأساتذتنا اليوم باستثناء، ما شاء الله من الإبداع. 2 تأهلوا مو بواحد، يعني للأمانة ما قصروا الأساتذة إن عطوا مجال لشاعرين، وأكيد الفرصة ما زالت حسين أمام الباقين. أكيد. من قبل تصويت الجمهور. نعم. أسمها نذكرهم أيضا، علي الغياث حصل على 44 من 50. نعم. مساعد العجمي حصل على 44 من 50. نبهان السلطي أيضا حصل 45. نعم. نواف التركي الظفيري حصل على 47 من 50. وإن شاء الله نتمنى لكم 4 شعراء الفوز إن شاء الله، وتحصلون على أعلى نسبة من قبل تصويت الجمهور. مشاهدينا 4 شعراء الحين راح يصيرون 4 شعراء أبدعوا، وهم بانتظار وقفتكم. 2 منهم راح يرافقون، أو واحد منهم. طبعاً واحد منهم هذا اليوم، اليوم كان استثناء، شاعرين تأهلوا فواحد فقط راح يرافق زميله. 2 منهم أو واحد منهم راح يرافقون زميلهم للمرحلة الجاية. كل اللي عليكم أنكم تسوونه أنكم ترسلون الرقم أو أرقام شعرائكم المفضلين عن طريق الاسمس أو من خلال التطبيق الخاص بالبرنامج حسب أرقام المشتركين التالية. نذكرهم طبعاً بأرقام شعرائنا اللي في البرنامج على طول البرنامج. رقم 26 علي الغياث من الأردن. نعم. رقم 2، إذن علي الغياث من الأردن. نعم. رقم 42 مساعد بن عريج العجمي من الكويت. نعم.
رقم 46 نبهان السلطي من سلطنة عمان. رقم 48 نواف التركي الظفيري من المملكة العربية السعودية. توفيق الظفيري بالتوفيق. أمسية الليلة انتهت ومع نهايتها في بداية جديدة لتنافس قادم بإذن الله. نجوم الأمسية الثانية للموسم الثامن من شاعر المليون هم أمشاري بن سرهيد الرشيدي من السعودية. استاهلون تحية هذه النجوم وفرسان الحلقة القادمة. نعم محمد سليمان العنزي من السعودية. إسراء عيسى من الأردن. شاعرنا محمد الخطيمي الخالدي من الكويت. وفهد الأغبري من سلطنة عمان. وفريج عتيق المزيني من جمهورية مصر. يعني فالهم التوفيق إن شاء الله يا رب، ونتمنى من الجميع أنه ينضم ويوصل للنهائي إن شاء الله. تألق شاطئ راح اليوم بمتابعتكم وإبداع نجومنا وتفاعلكم المميز مع منافسة جديدة إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. نقولكم تريونا في نفس الموعد على قناة الإمارات وقناة بينونة. والشكر موصول أكيد لأعضاء لجنة التحكيم الموقرة ولحضورنا الرائع في مسرح الشعر، وأكيد لكل عشاق القوافي في الوطن العربي. ودائما يا اسمهان نقول خلوا العيون على شاعر المليون وصباحكم شعر.